السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ السلام عليكم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني دقيقه كده نرحب بالجميع الساده المهندسين في دوره الديستريبيوشن المستوى الاول وطبعا الناس ديت كلها ابطال يعني جاي عشان حابه العلم وحابه تتعلم حتى لو حاجه ايه يعني خارج الدراسه هي في مجال الشغل العملي فاحنا بنرحب بيهم كلهم وفي البدايه بس نحب نوضح شيء صغير احنا عندنا شروط الدوره احنا عاملين خمس دبلومات الدبلومه منهم دبلومه الديستريبيوشن دي دبلومه واحده الدبلومه دي بتحتوي على عده كر... عده مستويات ديستريبيوشن ليفل 1 وليفل 2 وشوب دروينج ولايت كارنت وريفت وبناخد فيها برضو انفراستراكشر في ليفل 2 وبناخد نماذج اكتر وما شابه ذلك في دبلومة سب ستيشن دبلومة تانية برضه بتحتوي على حوالي ثلاث أو أربع إيه وهكذا في دبلومة وقاية اه الدبلومات ديت مبنية على ال على فكرة إن الناس أو إيه أكبر عدو للمشروع دوت أكبر عدو ليها هي عدم الحضور يعني الناس يا باشمهندسين بينقسموا بالنسبة لنا ثلاث ثلاث أصناف صنف ملتزم بنسبة 100% وبيعمل التاسكات وهو ده الصنف اللي احنا جايين عشانه وبنخدمه وبنسجل له المحاضرة عشان الصنف ده. الصنف الثاني صنف صادق من أول كده ما بيحضرش خالص وغايب كل المحاضرات وكل التاسكات فده نفسه ده ب ب بنرحب بيه في صنف ثالث اللي هو يقول ايه انا مش هحضر واخد المحاضره المسجله وهبقى اسمعها واعمل التاسكات فمعلش ايه آه يعني حاسبوني على التاسكات الصنف ده احنا لا نرحب بيه اطلاقا والصنف ده هو اكبر عدو للمشروع بتاعنا آه والصنف ده بيعمل مناخ سيء للاخرين انه كده هو بيقول بسمع دوراته المحاضره مش بيسمع المحاضره وفي الاخر ما بيعملش التاسكات هي خطوه من خطوات الايه الشيطان بالنسبه لنا وده جربناه في الترم الثاني في في الكليات الترم الثاني الطلبه الاول كانت بتحضر بعد شويه المحاضرات مسجله فبقوش يحضروا اعتمادا على المحاضرات المسجله بعد شويه هم اصلا ما سمعوش المحاضرات المسجله ولا عارفين حتى اسمائها. فاحنا نفس الكلام ده بيتكرر بيتكرر معانا فاحنا عندنا صنف بيلتزم نسبه 100% الصنف دوت بالنسبة لنا عاملين بقى ليه ديستريبيوشن ليفل 2 وعاملين ليه لايت كارنت وعاملين ليه ريفت وما شابه ذلك. الصنف الثاني اللي هو هيغيب محاضرة واحدة بس. أي حد هيغيب محاضرة واحدة بس هي يعني احنا سبع محاضرات فيعني في احنا للأسف هيتم إيه فصله من الدورة مع أول محاضرة هيغيبها ليه؟ ده عشان مصلحته مش عشاننا. احنا كده كده يعني ربنا يتقبل من الناس اللي عاملين المشروع فده علشان خاطره عشان هو بس هو بادئ بدايه سيئه ومشكلته ان هو بي ايه بيعمل مناخ سيء للجميع وبيأثر على الجميع فاحنا لازم ايه ده نطرده ونمنعه من دخول دورات مره تانية لأنه هو مش بيبقى داخل بايه بي... اللي عنده يعني في بعض الاعتذارات مقبوله و... واغلبيتها مش مقبوله عشان بس برضه تبقوا ايه؟ واغلبيه الاعتذارات مش مقبوله، احنا الثانويه العامه تمت على مستوى مصر او يعني اولى ثانوي وثانيه ثانوي، كان فيها مليون و الف طالب وكلها كانت على النت، وما فيش طالب اشتكى قال انا ما عرفتش امتحن امتحان على النت، ليه؟ والله النور قاطع احنا ادخل عن طريق الايه؟ الموبايل اهم حاجه تحضر بالنسبه لنا تاني حاجه تعمل التاسك اللي برضو بنوضح اللي مش هيحضر مع اول مره مش هيحضر او مع اول مره مش هيقدم التاسك سيتم فصله من الدوره ده عشان خاطر مصلحه ال 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 الناس مش عشان خاطرنا عشان خاطر هو كده كده هو مش هيكمل بس يعني ايه الشيطان بيقول واحده واحده يعني فاحنا بن بنقطع على الشيطان ونقطع على نفسنا ونخليه يريح نفسه من الاول عشان ما يتعبش نفسه ولا يتعب ايه اعصابه في ناس عندها اعذار اه نقبل الاعذار ونقول لها خش الدوره اللي ج... اللي بعد كده عشان تخليك جنب العسر بتاعك واحد مثلا والده تعبان نقبل عسره طبعا بس نقول له خليك بقى الدوره الجايه عشان تتفرغ للايه للوالد او ماش... واحد اتجوز خلاص نقبل عذره ونقول له بقى تتفرغ للايه للزواج وتبقى دماغك رايقه فاحنا بنقبل جميع الاعذار بس الناس تحضر ايه المحاضرات الدوره القادمه مش المره القادمه الدوره القادمه فنؤكد مره اولى وثانيه أو وثالثه أو الغياب مع اول مره غياب للاسف احنا يعني مضطرين ان احنا ايه نا يعني نفصل اللي هيغيب عشان مصلحته مش عشان وشكرا وجزاكم الله خير ونبدا الدوره مع المهندس محمد السيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنا بس مش عارف يعني ظاهرة عندكم ولا لأ بس مش ظاهرة عندي فحاول طيب يعني احنا مش هنطول في المقدمه برضو زي ما الدكتور مصطفى قال الكورس ان شاء الله دي المجموعه يعني الثانيه اللي احنا بنديها الكورس ده المجموعه الاولانيه الحمد لله خلصت و, و والكورس تم بنجاح يعني الحمد لله وكانت نتيجه كويسه والحمد لله الناس اتبسطت وخرجوا بأبوابت كويس جدا يساعدهم ان هم يشتغلوا في مكتب استشاري او يشتغلوا في شركات مقاولات او ان هم يعني يجتازوا انترفيو خاص بالمجال اللي احنا بنتكلم فيه ده استاذنكم بس في البدايه لو حد فتح كاميرا يقفلها وانا هقفل دلوقتي انا بس مقدمه في الاول بعدين ما بيبقاش فيه كاميرات عشان النت فالناس اللي عندها يعني اي حد عنده كاميرا يقفلها ويقفل الصوت مبدئيا كده انا زميلكم مهندس محمد امام خريج هندسه حلوان 2013 اشتغلت فترة حوالي أربع سنين في التصميم وده مجالنا اللي احنا هندي فيه الكورس واشتغلت حوالي ثلاث سنين تانية في الشوب درونج وده جزء مكمل للتصميم يعني ومواقع بقى شغل مواقع وكده طبعا هو المجال واسع وفي ممكن تشتغل في مكتب استشاري التصميم وده اللي احنا هنشرحه في الكورس وممكن تشتغل في موقع مهندس تنفيذ تنفذ اللوحات اللي احنا هنعملها ان شاء الله في الكورس دي وممكن تشتغل برضو في مكتب استشاري بس ما تصممش بقى لا تنزل تستلم من المقاول اللوحات اللي اللي, إيه اللي زميلك في المكتب بتاع التصميم عاملها، فهي مجالات كتير وطبعا آه يمكن انا برجح فكره ان انت لو تقدر تشتغل في كل المجالات فده بيديك قوه وبيديك خبره افضل يعني انت حتى واحنا في الكورس ان شاء الله هتلاقيني بقول لك المعلومه نظريا وبقول لك دي مثلا مره قبلنا في الموقع وحصل كذا وبعدين اقول لك في آه في درونج بتتعمل بالطريقه الفلانيه فانت بتلاقي نفسك المجالات كلها في الاخر بتخليك مهندس قوي في المجال لما انت تبقى ملم بالتصميم ومدمّ درونج وبرضه ملم بشغل السايت او الاشراف في الموقع والتنفيذ. فدي مقدمه سريعه يعني ان الكورس ده مهم ايه ل ل ان انت ناوي تشتغل في مكتب استشاري كتصميم مصمم كهرباء مشروعات او ان انت ناوي تشتغل شوب درونج آه شوب درونج دي رسومات تنفيذيه اللي هي بعد التصميم يعني بعد ما احنا نعمل اللوحات بتاعتنا بتروح للمقاول بيعمل لها بيعمل لها شوب درونج بيبقى بياخد نفس لوحات التصميم ولكن بيضيف عليها بعض التفاصيل الهامه وده طبعا كرسي تاني بس مش كبير ممكن مثلا ست محاضرات ولا حاجه ان شاء الله هنديه برضو يعني بس بعد الكورس ده او في الاجازه الجايه يعني حسب ترتيب الدبلومه يعني بعد كده بيبقى في مهندس في الموقع بقى ملوش علاقه بالرسومات نهائي ان هو يرسم بايده او ان هو يعمل شورت او يعمل تصميم لا ده بياخد اللوحه كده وبينزل يشرف على تنفيذ اللوحه دي في الموقع ويتاكد ان ال 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 كل حاجه موجوده في اللوحه اتنفذت في ال الموقع بشكل بيرفكت وبيبقى هو طبعا مسؤول عن ان هو يسلم المشروع للمالك اللي هو الشركه المالكه للمشروع او مالك اللي هو شخص عنده مثلا قطعه ارض هيبنيها برج مثلا او عماره سكنيه او او بنك او مستشفى وايا أو كان يعني فالخلاصه يعني في المقدمه دي ان احنا الكورس بتاعنا ده بنتعلم فيه التصميم ولكن بنلم بالحاجات التانية المام سريع وبنقول بعض النقاط اللي انت ايه اللي احنا تعرضنا لها يعني في الشغل وشفناها ان هي لها علاقه بالتصميم خلاص انا استعزمكم بقى اقفل الكاميرا عشان دي يعني ممكن تكون بتاثر شويه على النت آه، الكورس بتاعنا يا شباب بيتكون من سبع محاضرات. السبع محاضرات دول انا بشرح فيهم ثلاث محاضرات اللي هم اول ثلاث محاضرات بشرح فيهم برنامجين، برنامج الاوتوكاد وبرنامج الدايلوكس، وبعد كده يتبقى اربع محاضرات، الاربع محاضرات دي هي الـ الـ بنعمل مشروع بننفذه بإيدينا بالكامل، بنصممه بالكامل فروم آي تو في الاربع محاضرات. المشروع ده عبارة عن مبنى سكني، عمارة سكنية، برج سكني مكون من 35 شقة. بنعمله بط... بنعمل الاناره بتاعته بنعمل السوكت بنعمل كل حاجه بننفذه في الاربع محاضرات دول تمام طيب الاوتوكاد انا بشرحه في محاضرتين اللي هم اللي هو النهارده والمحاضره الجايه والدالكس بشرحه في محاضره واحده الاوتوكاد ده زي يعني الف به الف ب هندسه اوتوكاد سواء بقى مهندس كهرباء مهندس معماري مهندس مدني مهندس اي حاجه هو اوتوكاد اوتوكاد ده برنامج رسم بنرسم عليه المشروعات الهندسيه بيرسم عليه مهندس المعماري بيرسم عليه مهندس الميكانيكا بيرسم عليه مهندس الكهرباء ففيش حاجه اسمها مهندس من غير اوتوكاد حتى انت لو جيت اشتغلت صايد بعد كده وخدت اللوحه عشان تنفذها برضه هتحتاج تفتح الاوتوكاد عشان تشيك على بعض النقط اللي ممكن ما تبقاش واضحه معاك في لوحه او مش مطبوعه كويس فتبقى انت برضه عايز تشوف الاوتوكاد فلازم برضه تبقى عارف اوتوكاد فمبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم ما فيش حاجه اسمها مهندس كهرباء في مجال المقاولات ما بيعرفش اوتوكاد لا ما يعني دي مش مقبوله وبالتالي حاولنا ان احنا نشرح الاوتوكاد بشكل مبسط وملخص في محاضرتين بس تمام هتلاقي في محاضرات كتير وفيديوهات كتير على النت بتدخل في تفاصيل كتير ما تهمناش احنا يهمنا يعني انا يهمني في الاخر ان انت تطلع بالبي دي اف ده انا المفروض عامل شير المفروض يبقى ظاهر عندكم البي دي اف ده دي الخلاصه بتاع الاوتوكاد هتلاقي فيهم خمس تمارين لو انت عملت الخمس تمارين دي ونفذتها بايديك كده انت خلاص انت بقيت بالنسبه لنا بيرفكت في الاوتوكاد وتقدر تشتغل ببرنامج الاوتوكاد في كل تفاصيل الكهرباء تمام فالبي دي اف طبعا انت تقول دي ورقه واحده اه هي دي الورقه واحده وبنشرح فيها محاضرتين كمان مش محاضره واحده فالنهارده ان شاء الله هنخلص تمرين رقم واحد وتمرين رقم اثنين وبعد كده هديك تاسك على التمرينين دول هتشتغل بايديك على برنامج الاوتوكاد وتبعت لنا التاسك ده ان شاء الله تمام بعد كده المحاضره الجايه هناخد بقيه الثلاث تمارين دول اللي هو تمرين رقم ثلاثه واربعه وخمسه وبكده نبقى انهينا الاوتوكاد بعد كده ندخل التاني ثانيه عبد وبعدين هنكمل بقى المشروع فمش عايزين نطول في النظري ندخل في الموضوع على طول تمرين رقم واحد بيقول لي مطلوب رسم غرفه بابعاد دي غرفه افتراضيه اوضه يعني بابعاد 3.5 متر في 6 متر وسمك الحائط 12 سم يعني الراجل ده بكل بساطه عايز يرسم اوضه بالابعاد اللي قدامك دي طول في عرض وسمك الحائط 12 سم خلاص في التمرين ده هنتعلم 6 اوامر تعال نفتح مع بعض الاوتوكاد الاول المفروض ان احنا متفقين كل الناس هتكون مسطبه الاوتوكاد انت بعد ما تسطب الاوتوكاد بدايه من 2010 او حتى 2007 وايا كان يعني كل ده هيشتغل معانا مفيش مشكله هتلاقي علامه الايه الحمراء دي ظهرت عندك على الديسك توب اللي هي دي تمام علامه الاوتوكاد هتدوس عليها دبل كليك طبعا انت ممكن تسمع وتشتغل في نفس الوقت الموضوع يرجع لك وممكن تسمع بس وتفهم وبعدين تنفذ برده يرجع لك واحنا في الاخر المحاضره بتتسجل و يعني هنديكوا لينك ان شاء الله تنزلوا من عليه المحاضره دي طبعا الافضل في الاوتوكاد لو انت معاك جهاز حديث ان انت تبقى مسطب ابديت عالي يعني مسطب 2019 2020 يعني تبقى خليك في الحاجات العاليه ومعلومه ليكوا برضو لو انت معاك اوتوكاد قديم يعني لو انت معاك مثلا اوتوكاد 2015 وواحد شغال باوتوكاد 2019 وبعت لك فايل لو هو مش مظبط السيتنج بتاعته انت مش هتعرف تفتح الفايل ده تمام يعني لازم ان هو يسيبه باوتوكاد قديم عشان يفتح عندك فاحنا عشان نخرج من القصه دي تخليك في اوتوكاد حديث وتريح دماغك لان ده بيبقى افضل ان انت تقدر تفتح اي ملف اوتوكاد بدون مشاكل تمام طبعا اللي عنده الجهاز ما يساعدش ف اتس اوكي برضه خليك زي ما انت بالاوتوكاد الموجود معاك 2010 2012 13 كل ده ما فيش فيه مشكله مبدئيا كده هتلاقي هنا في علامه الايه لو انت دوست عليها هتلاقي في نيو يعني مشروع جديد او فايل جديد وممكن هتلاقي برضو جنب الايه هنا كده على ايه النيو فانت هندوس عليها هنعمل فايل جديد هيجيب لك كده ان مكان الفايل موجود في مش عارف التم بكلام ده ايه سيبك منه قول اوبن خلاص اول ما بتفتح كده لو انت فاتح معايا او لو انت شايف يعني هتلاقي الاوتوكاد ده بيعتبر ان انت اكنك واقف في فراغ يعني انت موجود كده ايه على نقطه ما على سطح الارض فبترسم في الفراغ حلو طيب في الفراغ ده آه انا ممكن لو لفيت البقرة زوم يعني لفيت البقرة اللي قدام والورا كده هتلاقي بيعمل زوم ان وزوم اوت انا بزوم وببعد تمام فانا عايز ارسم بقى في الفراغ التمرين رقم واحد ده عايز ارسم في الفراغ غرفه بالابعاد دي ايه الابعاد بقى 3.5 متر في 6 متر فاول امر هنتعلمه امر لاين انا عايز ارسم آه اوضه يعني ارسم مستطيل عباره عن خطوط المستطيل ده خطوط فاول امر اللي هو لاين والاوتوكاد ليه طريقتين عشان تشتغل بيه وفي ناس بتقعد تشرح لك القوائم اللي فوق دي ويقول لك من قائمه هوم نروح على لاين ومن قائمه انسرت نروح على ويقعد بقى ايه يعيشك في جو قائمات احنا طبعا الجو ده ما اولا بيبقى بطيء في الشغل اللي بيعمل كده بقى انسان بطيء جدا مش سريع وكل ما المهندس يبقى شاطر وسريع في الاوتوكاد كل ما بينجز شغله اسرع فده طريقه ان انت تشتغل من القوائم طريقه بطيئه جدا وطريقه صعبه لكن الطريقه الاسرع ان احنا بنشتغل بالاوامر ان انا بدي امر للكاد وهو بينفذه مباشر. فانا عايز اعمل لاين اللي هو بيمثل لي حيطه يعني فانا الـ الـ الامر ده اسمه اختصاره ال انتر، يعني هنا الامر وده اختصاره إيه ال وانتر. فانا هاجي هنا اكتب على الاوتوكاد إيه ال ادوس على ال في الكيبورد وادوس على الانتر. ومعلومه الانتر بالنسبه لنا في الاوتوكاد هي السبيس. يعني الانتر والسبيس -well المسطره الطويله دي الاثنين حاجه واحده في الاوتوكاد طب ليه هو عامل كده؟ لان انت يعني ايدك الشمال بتبقى على الكيبورد فيعني يعني ايدك الشمال انا فتح لكم الكاميرا ايدك الشمال دي المفروض بتبقى على على الزراير بتاعه الكيبورد وصباعك الكبير اللي هو الصباع الكبير ده بيبقى على المسطره بحيث ان انا بدوس على اي امر او اي اختصار وبالصباع الكبير بضرب على المسطره فبينفذ الامر ده فده طبعا بيبقى بيبقى اسرع فبيفضل ان انت تشتغل بالطريقه دي فانا ادوس ال وانتر او ال وسبيس تمام. ال انتر وبعدين ادوس كليك يبقى انا كده دوست بايدي الشمال ال وانتر وبعدين ادوس كليك في اي حته في الفراغ هتلاقي فيه لما تدوس كليك وتروح بعيد هتلاقي فيه خط معكد، الخط ده يعني انت كده في الاتجاه ده يمين او الاتجاه ده شمال او اللي فوق او اللي تحت او ايا كان، المهم ان انا معايا خط اقدر اتحرك بيه، لو انا جيت بعيد كده ورحت دايس كليك تانية فانا كده عملت خط اهو بس الخط ده الطول بتاعه مش معروف عشوائي لا انا مش عايز طول عشوائي انا عايز طول اعمل كنترول زد ارجع تاني او ان انا ادوس اسكيب اي اس سي اللي هو مفتاح الاسكيب اللي هو اخر مفتاح في الكيبورد فوق خالص شمال لو دوست اسكيب ده بتخرج من الامر كده انا خرجت من الامر اهو انا مش عايز اعمل خط عشوائي انا عايز اعمل خط بالابعاد دي 3.5 متر في 6 متر فانا ادوس ثاني ال انتر واحط اول نقطه وبعدين امشي في الاتجاه ده اخلي الماوس في الاتجاه ده واكتب بقى 3.5 متر دي اللي هي كام؟ اللي هي 3500 لان الاوتوكاد بيشت... بنعمله بالملي متر بنشتغل بالملي فانا هكتب 3500 اللي هي 3500 ملي وانتر تمام؟ يعني بعد ما تدوس 3500 انتر هتلاقي الخط راح بعيد كده اعمل زوم اوت لان انت مقرب قوي زوم اوت لو ما رضيش يعمل معاك زوم اوت الاوتوكاد بيبقى محتاج كل فتره تعمل حاجه اسمها ريجنريت هعمل سكيب الاول من الامر ده اخرج منه وبعدين اعمل ريجنريت ار اي زي ريفريش علمها بريفريش عارف ريفريش بتاعه الكمبيوتر هي زيها كده لما تلاقي الاوتوكاد بتعمل زوم ان وزوم اوت ما بيعملش او مهيس تدوس ار اي انتر هتلاقي بيعمل معاك زوم ان وزوم اوت فالخط اللي انت كنت شايفه فالخط اللي انت كنت شايفه ده آآ آآ زي ما انت شايف كده خط بعيد لا انت ممكن ايه تقرب وتبعد من الخط ده تمام طيب فانا كده رسمت اول حاجه اللي هو خط 3500 مللي او اللي هو 3.5 متر يبقى الخط اللي قدامي ده 3.5 متر اقدر ان انا الف البكره زي ما بقول كده زوم ان وكده زوم اوت حلو لو انا الخط جاي عندي على جنبي انا افترضت ان الرسمه جايه على جنب كده تمام طيب في ناس ممكن بعد ما رسم ليه الخط جاي كده فانت بدل ما بتلف البقره لقدام ورا لا بتدوس على البقره كليك دوسه طويله يعني ما بتدوس وتسيب لا بتدوس دوسه طويله هتلاقي الماوس بقى شكل اليد كده معاك هتتحرك بالرسمه كده ده بيحرك الرسمه شايف كده تمام التريكات اللي انا بقولها دي يعني ممكن تحس هي حاجات بسيطه بس هي دي اللي بتعقد الناس من الاوتوكاد اصلا في الاول يقعد ايه هو عايز يقرب الرسمه يقول الرسمه جت بعيد فمش عارف يقرب الرسمه او الرسمه قريبه قوي مثلا وعمال يعمل زوم ان وزوم اوت ما بتعملش فلا ففي لما يعمل معاك كده تعمل ريجنريت ار اي انتر ولو انت الرسمه متحركه في اي جنب تقدر بكل بساطه ان انا ادوس كليك طويل على البقره واتحرك بالرسمه زي ما انا عايز بالشكل ده كده تمام واعمل زوم ان واعمل زوم اوت تحفظ الحاجات دي زوم ان زوم اوت بالبقره كليك على البقره اتحرك بيها ار اي -E بيعمل ريجنريت او ريفرش للجهاز فانا كده عملت اللاين اللي هو ال 3500 بعد كده ده ده اكن ده الطول مثلا او العرض بعدين في 6 متر أجي برضه اكتب ال انتر تاني تمام واجي على نهايه الخط هتلاقيه بيعلم معاك مربع اخضر كده هدوس عليه كليك وانزل الاتجاه لتحت حلو طيب اقول لك بقى معلومه في ناس هتقول ايه طب انا وانا بعمل كده ايدي اتشفتت فالخط بص لو انت ايدك اتشفتت كده ودوست مثلا 6000 هتلاقي الخط بقى عامل ازاي؟ بقى واخد كيرف كده تمام؟ فانا في ناس مش عارفه تظبط ايديها ف, 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 ف اللي عمل لك حاجه تانية عشان تعمل كنترول زد عشان تظبط القصه دي لو انت معاك اللاين بيتحرك في كل الاتجاهات كده تقدر بكل بساطه تيجي على العلامه اللي تحت دي اللي هي علامه الزاويه التسعين تمام؟ لو انت دوست عليها كليك دي اسمها اورسو مود اسمه الاورسو مود يعني عشان برضه تبقى عارف او اف 8 لو لو دوست اف 8 او دوست على علامة الزاوية التسعين دي هتلاقي بكل بساطة الخط بيتحرك معاك أفقي ورأسي فقط شايف كده؟ مفيش الزوايا اللي هي ما بينهم فده الأورث مود فأنا هخلي بقى هعمل قرص مود لو أنت عايز ده أسهل ليك وأنزل لتحت وأكتب 6000 وإنتر وبعدين ما أدوس بقى اسكيب لأن أنا لسه أكمل فخلي الأمر زي ما هو أكتب في الاتجاه ده 3500 وبعدين إنتر وبعدين في الاتجاه اللي هو ايه اللي فوق ده اكتب الاف طيب كنترول زد نتاكد ان ده 3500 لان المفروض يقفلوا مع بعض 3500 انتر طيب الاف يبقى الخط الاولاني ده اكبر من 3500 لا مظبوط كده قفلوا مع بعض ده اذا انا كده رسمت الغرفه مبدئيا يعني دي مش الغرفه طبعا بس ده مبدئيا كده انا رسمت اكن الغرفه اللي هو عايزها اللي هي 3.5 متر في 6 متر تمام يعني انا كده عملت البعد ده ده 3500 والبعد ده 6 متر او 6000 مللي و3500 مللي تمام طيب الخطوه اللي بعد كده آه الخطوه اللي بعد كده ان هو بيقول لي و سمك الحائط 12 سم حلو بس انا قبل ما أقول سمك الحائط دي هقول لك حاجه ثانيه في حاجه اسمها بولي لاين بولي لاين ده ايه وايه الفرق بينه وبين اللاين لو انت جيت على اللاين ده اللي انت عملته ودوست عليه كليك يعني لو وقفت كده عليه ودوست عليه كليك هتلاقي ده خط الواحد طب لو جيت دوست على ده كليك هتلاقي ده خط الواحد طب لو دوست على ده كليك هتلاقي ده خط الواحد فاللاين بيعمل الخط متقطع يعني اجزاء ده جزء وده جزء وده جزء وده جزء فانا فانا في الشغل ما بقاش عايز كده انا بعايز اللاين او الاوضه بتاعتي او اي حاجه انا برسمها ببعيزها كلها قطعه واحده لان ده بيسهل عليا في الشغل وده بيريحني في الشغل وبحتاج احيانا لو انا عايز اعمل مثلا اخد مسافات معينه اطوال معينه فبحتاج ان انا ايه يبقى الامر كله واحد فانا فانا اللاين ده ما بشتغلش بيه بعد كل الشرح العميق ده ما بنشتغلش باللاين ولكن بنشتغل بحاجه اسمها بولي لاين بولي لاين اختصاره بي ال انتر. تمام؟ فأنا هنا بنفس الطريقة أكتب بي ال وانتر أو سبيس وأدوس هنا كليك وليكن هنا مثلاً جنب ده كده وأتحرك في الاتجاه ده وأكتب 3500 وانتر، بعدين أنزل لتحت وأكتب 6000 وانتر، وبعدين أتحرك في الاتجاه ده 3500 وانتر، وبعدين أقفل الخط كده ممكن أقفله حتى منوال لأن هي خلاص هي اتعرفت إن هي 6000 تمام؟ ايه بقى الجميل في الموضوع؟ انت دوست كليك على هذا الخط هتلاقي كله قطعه واحده لكن ده لا ده كده ايه متقطع لاجزاء اذا ده الفرق بين اللاين والبولي لاين بنشتغل بمين؟ بنشتغل بالبولي لاين ده لان ده اسهل وافضل في الشغل تمام يبقى ده ثاني امر بنتعلمه طيب في في امر ثالث بقى لك طب يعني انا برسم اوضه مثلا او برسم حاجه كبيره بقى فهقعد اعمل خطوط ورايح جاي فاعمل لك حاجه تانية اسمها ريكتانجل اللي هو انت ممكن ترسم مستطيل مباشره طب اختصار ايه يا باشمهندس؟ اختصاره ار اي سي وانتر او سبيس تمام؟ كل الاوامر في الكاد يعني بدءا من التمرين ده لحد اخر الورقه كلها بنفس السيكونس يعني انت حتى ممكن تلاقي نفسك بعد شويه ايه انت عرفت الزتونه فين فخلاص انطلق بقى. فانا لو عايز ارسم مستطيل بدل الخطوط ده فاكتب ار اي سي انتر او سبيس واحط هنا نقطه ومجرد ما احط نقطه واسحب الماوس طبعا انا بدوس كليك واشيل فانا لما ادوس كليك واشيل صباعي هلاقي بيتحرك معايا ايه خطين كده مش خط واحد زي اللاين والبولي لاين لا بيتحرك معايا خطين لو انت دوست كليك في اي حته فانت عملت ريكتانجل ولكن بدون ابعاد ما انتش عامله ثلاثة ونص في ستة لكن لو انا عايز اعمله بقى بابعاد هتبص هنا تحت كده يعني بص شايف الكلام اللي موجود تحت ده بيقول لي ايه؟ سبيسيفاي اذر كورنر بوينت ومعلومه ليك يعني لو انت شغال في امر ونسيت الخطوات بتاعته هتنزل تحت هتلاقي الاوتوكاد بيكلمك بيقول لك اعمل كذا او اختار كذا او انت عايز ايه فبيساعدك. فانا هنا بعد ما دوست ار اي سي انتر وحددت نقطه ببص تحت هنا بيقول لي سبيسيفاي اذر كورنر يعني قول لي الكورنر الثاني بتاع المستطيل ده فين؟ او بص كده اور طب انا مش عايز اقوله لك عشوائي قال لك لا في بقى اريا وفي دايمنشن وفي روتيشن سيبك من كل ده انا يهمني مين دايمنشن فقال لك لو انت عايز دايمنشن شايف دي هتلاقي علامة الدي معموله بإيه؟ بلون مميز، لون أزرق تقريباً ولا حاجة، فبيقول لك يعني لو أنت دوست دي يبقى أنت بتنفذ دايمنشن. فأنا بكل بساطة هاجي دايس على دي حرف دي وإنتر، هتلاقي بيقول لك إيه تحت، خليك مع الكلام اللي هو كده فور ريكتانجل، يعني حدد لي الطول بتاع المستطيل اللي أنت عايزه ده. فأنا هكتب كام؟ تلاتة خمسمية بعدين إنتر. هتلاقي بيقول لك ايه سبيسيفاي الويتس حدد العرض بتاع مين الركتانجل ده فاكتب كام 6000 بعدين ادوس انتر هتلاقي ظهر معاك بالشكل ده بس انت ايه بعد ما يظهر كده بتدوس بس كليك بره كليك بالماوس كده خلاص كده الشكل ايه اترسم طيب لما اجي ادوس بقى كليك على هذا الشكل هتلاقي برضه هو ايه زيه زي وزي البولي لاين اذا الركتانجل والبولي لاين بيبقى زيهم زي بعض لكنهم كلهم حاجه واحده تمام يبقى دي انا كده رسمت الغرفه بثلاث طرق مختلفه باللاين ببولي بولي لاين بريكتانجل والافضل فيهم طبعا الاسرع ريكتانجل طبعا بس اللي بنرسم بيه عموما في شغلنا كله هو البولي لاين لان ده بيبقى افضل في الشغل خلاص طيب الخطوه اللي بعد كده بيقول لي بقى قال لك طب افرض ان انا الـ الـ يعني انا رسمت الاوضه دي مثلا تمام <applause> فانا بعد ما رسمت الاوضه دي يعني ده ده بقى يعتبر كده اكنه نقط يعني لو انا راسم بلاين مثلا فده كده ايه متقسم اجزاء زي ما احنا قلنا ففي حاجه ان انا ممكن اجمع النقط دي كلها يعني افرض انا مثلا راسم في المبنى اربع اوض او خمس او ست او عشر او مليون عايز الاوض دي كلها تبقى تبقى كتله واحده او عايز مثلا الثلاث اشكال دول اللي هو قدامكم دول الثلاث اشكال دول مثلا انا عايزهم لهم كتله واحده مش عايز بقى بولي لاين بس لا ده انا كمان ايه طماع انا عايز كل الاوض دي مع بعض تبقى كتله واحده، فقال لك في امر اسمه بلوك، حتى من اسمه كده ايه؟ بلوك يعني، فبلوك ده بيجمع لك ايه؟ الحاجات كلها ويخليها لك حاجه واحده ايه؟ كتله واحده، اختصار ايه؟ بلوك ده، ده اللي هو رقم اربعه، اختصاره بي انتر، طب بعمله ازاي؟ بحدد الشكل الاول، وبعدين ادوس بي وانتر، تمام؟ يعني انت حتى لو كنت لو جيت دوست بي الاول بي وانتر هيقول لك حدد لي الشكل، هو مش عارف، تمام؟ فانا بحدد الشكل طب انا عشان احدد الشكل ده يخلينا بقى نفهم يعني ايه تحديد شكل لو انت دوست على اللاين ده كده كليك كده انت حددت اللاين ده طب لو دوست على ده كده انت حددت اللاين ده خلي بالك ان الاوتوكاد الحاجه اللي بتدوس عليها من غير ما تدوس شيفت بتدوس على اللي بعدها بيفضل معلم عادي يعني من غير شيفت تمام لو دوست كليك على اللي بعدها فيعلمها لك اللي بعدها فيعلمها لك طب قال لك طب يعني برده دي طريقه صعبه ومعلومه ليكوا الاوتوكاد دايما اي حاجه فيها فيها صعوبه وفيها وفيها ان انت تعمل الحاجه كتير تعرف انها غلط، تكاد بيعمل الحاجات دايما بيشت... بي... بيتعامل بمبدا انه يعمل الحاجه مره واحده، بيشتغل بالجمله كده زي ما بيقولوا، يعني هي الحاجه كلها بتبقى لوكشه واحده، فينفعش ان انت تقعد تعمل ايه؟ حاجات صغيره وعمال تدوس عليها كليكات عشان تحددها والجو بقى يعني لو انت معاك برج ولا حاجه يبقى ربنا يسهل لك تخلص مثلا بعد سنه ولا حاجه، فطبعا الاوتيكات ما بيتعاملش كده، بيتعامل ان انا ايه؟ ممكن احدد الشكل كله. اذا عشان احدد شكل دي قدامي ثلاث طرق لما ادوس كليك كده انا حددته اهو عشان انفذ عليه اي امر انا عايزه دي اول طريقه في طريقه تانية ان انا احدد من الشمال لليمين يعني ايه الكلام ده يعني انا هاجي هنا بره الشكل وادوس كليك واشيل صباعي من على الكليك يعني كليك على الماوس شمال واشيل صباعي واسحب البقره كده هتلاقي بيعمل مربع ازرق تمام هاجي بره الشكل آه يعني اخلي مربع اخلي الشكل ده جوه المربع الازرق وادوس كليك بره. هتلاقي الشكل اتحدد معاك كله مره واحده بالشكل ده. تمام؟ يبقى تاني لو انا عايز احدد شكل بطريقه اسرع باجي بره الشكل على شماله كده وادوس كليك واسحب الماوس بعيد كده هتلاقي بيظهر معاك مربع ازرق اخلي الشكل كله تحت المربع الازرق وادوس كليك بره هتلاقي الشكل اتحدد معاك. احيانا الناس بتعمل ايه؟ الناس بيقول لا بيجي داس كليك وما يشيلش صباعه فتلاقي بص بيحصل ايه؟ فدي تركات في الاتجاه انت بتدوس كليك وتشيل صباعك عشان انت هتلاقي دي بتحصل معاك لا بندوس كليك بره نشيل صباعنا نتحرك بالماوس بعدين ندوس كليك تاني كده انا حددت الشكل طيب يبقى دي الطريقة التانية في التحديد طبعا دي طريقة سريعة جدا في طريقة تالتة بقى التحديد من اليمين للشمال يعني بدل ما انا كنت بدوس من الشمال لليمين لا هدوس كليك في اليمين واتحرك يمين تمام يعني كده أنا بتحرك يمين هتلاقي المربع بقى اخضر ملاحظ الفرق يعني شمال يبقى ازرق طب يمين اخضر شمال ازرق يمين اخضر ايه الفرق الفرق ان لما انا باجي احدد من اليمين للشمال اي حاجه بيعدي عليها بيحددها مش لازم أنت تبقى جواها كلها جوه الشكل يعني شايف انت الشكل الاخضر ده لو انا مشيت كده ودوست كليك خد معايا الخطين دول مع اني ما خدتهمش كلهم، خدت جزء منهم بس، بس من اليمين للشمال ما بيفهمش بقى الكلام ده، بيحدد اي حاجه يعدي عليها، يعني انت علمك اليمين للشمال ده ما بيفهمش، اي حاجه معدي عليها بياخدها في وش انها انما من الشمال لليمين، لو انا عملت مثلا كليك من الشمال واتحركت يمين هتلاقي مربع ازرق بص هيعدى على الخطين بس هتفاجئ ان هو ما خدهمش. تمام؟ لا خد ايه؟ الخط اللي هو دخل كله جوه التحديد. اذا الخلاصه يعني في التحديد قدامك ثلاث طرق يا تدوس كليك على الشكل اللي انت عايز تحدده لا اما من الشمال لليمين شرط ان الشكل كله يدخل جوه المربع الازرق او ان انت تحدد من اليمين للشمال وتبقى ساعتها عارف ان انت اي حاجه بتلمسها بتتحدد معاك. دي ثلاث طرق مختلفه للتحديد بكل ايه تفاصيلها. نرجع بقى للامر بتاعنا ان انا عايز اعمل الشكل ده بلوك، عايز اخلي الاوضه دي كلها تبقى بلوك. تمام؟ فانا احددها باي طريقه من الطرق، طبعا هنا الاسرع من اليمين للشمال والشمال لليمين برضه صح. و بي انتر او شايف بي وسبيس او انتر. هو هنا الراجل بيقول لك انت انت كده عايز تعمل الشكل ده بلوك، اه طب ده كان لاين وده كان لاين وده كان لاين، بعد ما انت تعملهم بلوك هيبقى كلهم ايه؟ اصبح عنده شكل جديد، حاجه جديده، عايز البلوك الجديد ده يبقى اسمه ايه؟ هتلاقي في هنا نيم فانت ممكن تسميه مثلا روم ون مثلا او اي اسم بقى انت عايزه. بعدين تنزل تحت هتلاقي في حاجه اسمها بيك بوين ايه البيج بوينت دي؟ البيج بوينت ده بص الخط ده كان ليه ثلاثة بيج بوينت، واحدة في الأول، واحدة في النص، واحدة في الآخر، تمام؟ والخط ده نفس الفكرة برضه ليه ثلاثة بيج بوينت، بيك يعني نقطة نقطة محددة. فهو بيقول لك أنت لما تعمل كل ده بلوك، البلوك ده هيبقى ليه نقطة واحدة، أنت عايز النقطة دي تبقى فين؟ فأنا باجي هنا على بيج بوينت هدوس عليها كليك هتلاقي جاب لك الشاشة هختار بقى البيج بوينت بتاع الشكل ده يفضل إن هي تبقى في السنتر. تمام؟ فأنا طبعًا أنا مش عايز أعملها في السنتر ده بس هي يفضل تبقى في السنتر، فأنا مثلًا أخليها في النهاية كده، أدوس كده كليك، هيجي لي الشكل ده تاني أقول له أوكي. بعد كده بقى أقف على الشكل ده أدوس عليه كليك. هتلاقي إيه؟ هتلاقي إن كله بقى حاجة واحدة ما بقاش متقطع زي الأول، وبقى في بيج بوينت ايه اللي أنا أعملها اللي هي بقت موجودة فين؟ في جنب من الشكل. خلاص؟ طيب. طب افرض انا عملت البلوك ده ورجعت في كلامي بقى يا سيدي أنا بقى عملته بعدين اكتشفت لا ده انا عايز ارجع تاني زي الاول عشان اعدل مش عارف ايه ما تزعلش الاوتوكاد ايه؟ قال لك عندي الحل اكسبلود عكس البلوك اكسبلود وهنا الامر وعكسه في اوامر كتير في الكاد بيديك الاوبشن وعكسه فانا عايز افجر الشكل ده فهدوس اكسبلود اختصار اكس انتر هتلاقي الشكل اتفجر ورجع معاك بالشكل ده تمام بقى اصبح خطوط زي ما هو اذا ده رقم خمسه امر او الامر رقم خمسه يعني في التمرين الاولاني ان احنا ازاي نفجر الشكل بعد ما عملناه بلوك تمام؟ طيب عايز اقول بقى حاجه على الهامش كده عارف انت لما تبقى في نوت عندك وفي على الهامش في بقى على الهامش معلومه مهمه جدا دلوقتي وانا بعمل الخط ده لو انا لو انا مثلا لو انا عايز اعمل خط كتبت لاين ال وانتر حلو وجيت اعمل لاين من الخط ده انتوا عندكم هتلاقي لما تيجي تعمل لاين هتلاقيه بيحدد عندك كده في النص وفي الاخر ما بيحددش ف... ما بيحددش على مسار الخط بص انا عندي بيعمل ايه عامل مثلثين خضر مقلوبين على طول الخط طول ما انا ماشي موجودين معاي معناه ان انا في اي نقطه في الخط اقدر ادوس كليك واتحرك كده يعني انا لو عايز ارسم من اي جزء من الخط ارسم عادي تمام فعشان تعمل القصه دي عشان تخليه تح... اي جزء في الخط متحدد معاك انت هتلاقيه عندك مش متحدد لو انت اول مره تسطب الاوتوكاد فعشان تعمل القصه دي بتيجي هنا على هتلاقي في العلامه اللي تحت دي علامه البولر تراكنج دي اسمها بولر واللي جنبها الاورس مود اللي احنا شرحناه هتيجي على البولر دي هتلاقي فيه سهم هتدوس على السهم ده كليك وهتلاقي في حاجه اسمها تراكنج سيتنج اللي هي دي هتدوس عليها كليك تمام هيجيب معاك هنا حاجه اسمها اوبجكت سناب اللي هي دي طبعا الخطوات دي لو انت نسيتها فانت ممكن ترجع المحاضره في اي وقت بس انت عموما بتعملها مره واحده في الاوتوكاد هتروح على اوبجكت سناب وتعمل سيلكت اول معناه ايه الكلام ده هنا بيقول لك ان انا لما اجي امشي على خط افرع منه او هعمل منه اي حاجه فانا ايه اللي هيظهر معايا الاند بوينت يعني نهايه الخط والميد بوينت والمنتصف والسنتر وهكذا فانا بعلم على كل الحاجات دي بقول له طول ما انا ماشي على الخط يظهر معايا مثلثين مقلوبين عشان ابقى انا عارف اتحكم في الرسمة زي ما انا عايز فانا عموما يعني بعمل السيتنج ال ده مره واحده بعمله سيلكت اول وادوس اوكي خلاص كده لو انا جيت ارسم لاين ال انتر اي نقطه من الخط هتلاقي فيه مثلثين مقلوبين كده تمام طب وسنتر الخط هتلاقي مثلث واحد يعني بص شايف المثلث ده معناه كده ان انت في سنتر الخط بالظبط خلاص طيب دي دي معلومه مهمه جدا في معلومه ثاني برضو على هامش عشان الناس اللي معاها يعني لابات او اجهزه امكانياتها مش عاليه في حاجات بتبقى متقله الاوتوكاد لو انت جيت هنا على علامه القائمه اللي تحت دي اللي هي دي لو دوست عليها كليك برضو دي الحاجات دي بتعملها مره واحده هتلاقي في حاجه هنا اسمها دايناميك اه ثواني اه دايناميك انبوت علامه الدايناميك انبوت دي لو انت دوست عليها كليك بص هتلاقي ظهرت معاك تحت هنا ايه العلامه دي انت غالبا هتلاقيها متاكتفة عندك لاول مره في الاوتوكاد دي بتقل الاوتوكاد فانت ايه بعد ما تظهر معاك كده دوس عليها كليك خليها اوف كده انا قفلتها وبعدين يرجع تاني والغيها من هنا تاني كده اتشالت من تحت خلاص يبقى انت اول حاجه هتروح على كاستمايزيشن دوس عليها كليك وتيجي على دايناميك انبوت هتلاقي مش معمول عليها صح هتعمل عليه صح هيظهر معاك هنا تحت هتبدا تعمل له اوف وبعدين تروح تلغيه تاني من هنا عايز تسيبه سيبه بس المهم ان انت تعمله اوف وفي حاجه تاني اسمها جرافيك فين بقى ماشي ممكن تبقى موجودة عندك في ال يعني جينا هنا اهي جرافيك بيرفورمانس تاني واحدة من تحت جرافيك بيرفورمانس لو دوست عليها هتلاقي برضه ظهرت معاك تحت هتلاقي العلامة دي عندك زرقاء يعني متأكتفة دي برضه من الحاجات اللي بتتقل الاوتوكاد بتخليه رخم معاك في الشغل فهتدوس عليها برضه كليك لو ما اشتغلتش معاك دوس عليها كليك يمين مش كليك شمال هتلاقي ظهر معاك جرافيك بيرفورمانس دوس عليها كليك شمال هجيب لك هنا القايمة دي خليها اوف اعملها اوف وبعدين اوكي كل ده على الهامش لو حد ما يعني ما في الكلام اللي فات فده بس مجرد ان احنا بنسهل الاوتوكاد عشان يبقى الاوتوكاد سريع معايا زي كده تمام نرجع بقى لموضوعنا خلاص كده احنا خلصنا على الهامش احنا خلاص عرفنا ازاي نعمل لاين وبولي لاين وريكتانجل اللي هو مستطيل وازاي نعمله بلوك وازاي نفجر كل اللي احنا عملناه او البلوك اللي احنا عملناه بعد كده بقيه التمرين وسمك الحائط 12 سم يعني هو عايز فيه دبس للحائط ده 12 سم يعني كان انا ببص على الاوضه دي من فوق كبلان وهشوف الحيطه دي فهشوفها 12 سم فانا معنى كده ان انا عايز ايه عايز اقرر الشكل ده اللي هو المستطيل ده ثاني آه ولكن بدبس 12 سم طبعا انت ممكن تفكر بص بقى انت من يعني من دلوقتي من بعد التمرين ده تبدا طيب انت ايه ممكن ترسم اي حاجه لوحدك دلوقتي باللاين ده تقدر ترسم اي حاجه في الدنيا فانت ممكن تقول طب انا عايز اعمل حاجه 12 سم خلاص سهله اعمل إيه ال انتر واجي هنا من بدايه مثلا الخط ده واطلع لبره كده واكتب 12 اللي هي 120 اكتب 120 مللي وادوس انتر هتلاقي ايه كده انا على بعد 12 ابدا بقى اتحرك كده 3500 وانزل 6000 و... فطبعا يبقى انت اول ما تعمل كده على طول تعرف ان انت مالك ان انت في حاجه ناقصاك في الاوتوكاد لان زي ما احنا اتفقنا الاوتوكاد ما بيعذبش الناس مش زي ما الناس بعض الناس يعني فاهمين الاوتوكاد بيسهل عليك وحتى عايز اقول لك يعني في الريفت في حاجات بتبقى ارخم من الاوتوكاد، الاوتوكاد ميزته ان هو حاجه كده مفتوحه اعمل كل اللي انت تتخيله في حياتك، الريفت بيبقى الحاجات دي بلوكات شويه ما تبقاش بالطريقه دي. عموما يعني مش عايزين نتطرق للقصه دي، عايزين بس تبقى انت في دماغك لما تيجي تشتغل حاجه صعبه وتفاصيلها كتير اعرف ان في اوامر بتسهل اللي انت بتعمله ده وان انت ممكن ما تبقاش عارف الامر بس. طيب فانا عايز اقرر الشكل ده اللي من مره واحده فعمل لك امر اسمه اوفست اوفست هيكرر الشكل لو انت جيت هنا على الورقه دي هتلاقي ايه اختصاره او انتر او انتر او طبعا او سبيس زي ما احنا اتفقنا فانا دس او انتر من اللي تحت لو انت نسيت اقرا الكلام اللي تحت بيقول لك سبيسيفاي اوفست ديستانس يعني حدد لي المسافه اللي انت عايز تعمل لها اوفست او اللي انت عايز تقررها يعني اللي هي كم يا باشمهندسين يا باشمهندسات اللي هي 120 120 مللي اللي هي 12 سم يعني فهدوس 120 انتر هتلاقي بيقول لك ايه سيلكت الأوبجيكت الأوبجيكت ده يعني يقول لك اختار الشكل بقى اللي انت عايز تكرره ما هو هو مش عارف انت عايز تكرر ايه لسه معرفش فانت هتيجي هنا على الشكل ده مثلا الخط ده انا عايز اكرره فهدوس عليه كليك واشيل صباعي وبعدين اروح بعيد بص مهما تروح بعيد بقى لو رحت اسوان ملوش علاقه باللي انت بتعمله هو هيبعد 12 سم وملوش دعوه بيك اهو ادوس كليك تاني يكرره بعدين اجي الخط ده ادوس كليك واطلع واروح بعيد وادوس كليك تاني هيكرره برضه بعدين اجي على الخط ده ادوس كليك واروح بعيد هيكرر شايف بقى العذاب اللي احنا فيه ليه بقى العذاب ده عشان اللاين طب تعالى كده على البولي لاين ده ادوس كليك واروح بعيد شايف اتح... اتعمل كله مره واحد كده انا خلصت بتركايه واحده خلصت مين الدبس بتاع الغرفه اللي هو ال 12 سم برضه كذلك الريكتانجل لو جيت دوست كليك ورحت بعيد هيترسم معايا بالشكل ده شايف بقى اللاين عندك مشكلة هنا أصلا إن الخطوط ما قفلتش مع بعض. ده غير إن هو إيه قاعد يعمل لك كل خط لوحده لكن البولي لاين طبعا ما عملش معاك المشكلة دي. إذا كده أنا خلصت تمرين رقم واحد إن أنا قدرت أرسم غرفة بطرق مختلفة باللاين والبولي لاين والريكتانجل، قدرت إن أنا أعمل لها بلوك. اخليها كلها كتله واحده وقدرت ان انا افجرها ارجع في كلامي وعرفت ازاي اعمل زوم ان وازاي اعمل زوم اوت عرفت ازاي ادوس كليك على البقره واتحرك بالشكل يمين واتحرك بالشكل شمال وعرفت ازاي احدد شكل من الشمال لليمين شرحناه ومن اليمين للشمال او ان انا ادوس عليه كليك تمام وعرفت ازاي ان انا اخلي الاوتوكات خفيفه عن طريق ان انا الغي الجرافيكس والغي والغي الدايناميك انبوت وعرفت ان انا ممكن ارسم راسي وافقي عن طريق ايه ايه الاورسو مود اللي هو علامه الزاويه القائمه ده طبعا مش محتاج تحفظ اللي انا بقوله الحاجات كلها قدامك واضحه وسهله ومفيش فيها مشكله تمام وعرفت ان انا عشان اخلي الخط كله وانا بشتغل عليه على كل الاجزاء بتاعته زي ما نشوف في التمارين اللي بعد كده فبعمل الكلام ده من تراكنج سيتنج بعلم على كل الاشكال خلاص يبقى احنا كده خلصنا اول تمرين وخلصنا جزء مهم جدا من المحاضره ننتقل اللي بعد كده التمرين الثاني الغرفه السابقه نفس الاوضه اللي انت عملتها دي مطلوب عمل باب ضلفتين بعرض 160 سم طبعا طبعا تشوف الكلام ده تقول يا عم احنا مهندسين كهرباء ولا معماري هرجع اقول لك تاني زي ما قلت في اول محاضره ان الاوتوكاد ده الاي بي بالنسبه لكل المهندسين سواء معماري او ميكانيكا او كهرباء او اي قسم فبالتالي احنا بنشرح اللي احنا بنشرحه ده كل الناس تستفيد بيه ومش كهرباء بس لكن من التمارين اللي بعد كده هتلاقي ان قلبنا بقى ايه هنقلب بقى كهرباء فانا في التمرين ده عايز اعمل باب الباب ده عرضه 160 سم تمام هو بص انت طبعا عشان تعمل باب دي دي معماري ولها طرق كتير احنا يهمنا اللي احنا هنفهم منه التمرين نفهم منه التمرين ان الباب ده دا اكنه دايره يعني لو انت عملت دايره كده لو عملنا مثلا دايره هنا كده بص لو انا عملت دايره كده وجيت قسمتها أربع أرباع كده. تمام؟ طيب؟ الربع في الدايرة ده بيمثل لي ضلفة باب. تمام؟ طيب؟ يعني دي كده أكنها ضلفة باب، الربع ده كده. الربع ده كده أكنه ضلفة باب. لأن الباب يعني لو أنت فتح الباب، لو أنت مثلا لو ده باب وضلفة باب، فلو فتحته بياخد الشكل ده، كده بياخد شكل ربع دايرة، هو بيفتح، لو بتبص عليه من فوق هتشوف الباب أكنه ربع دايرة. فأنا كده ده بالنسبة لي ضلفة باب. طب والربع الثاني ده الضلفة الثانية. خلاص اذا انا عايز اعمل دايره قطرها وستين سم على طول طبعا هيجي في دماغك إيه؟, ايه الامر اللي بيعمل دايره هتروح هنا على التمرين يقولك بيقول لك سيركل اختصارها سي وانتر فانا هدوس سي انتر سي او سي سبيس زي ما اتفقنا كليك طيب انا عايز الباب بقى فين انا هعمل الباب في نص الحيض طبعا انت ممكن هو مش محدد لك فانه جزء بس يعني احنا هنعمله في نص مين الحيض فانا عشان اعمل في النص بص هتلاقي ايه عمل لك مثلث اخضر مثلث واحد لو مشيت على جنب هتلاقي مثلثين مقلوبين معناه ان انت مش في النص ولو مشيت على الجنب الثاني نفس الفكره لكن انا عايز في سنتر الخط ده يعني انا عايز الباب هنا في السنتر فاجي في سنتر اللاين كده وادوس كليك بص لما ابعد بعيد هتلاقي بيترسم معاك ايه دايره طيب لو انا دوست كليك تاني في اي حته هتترسم دايره ولكن بدون ابعاد زي ما اتفقنا فانا لا انا عايز ادخل ابعاد خلاص اقرا آه الكلام اللي تحت ده مكتوب ايه as specify radius of circus او سيركل اور دايمتر تمام يعني نحدد الدايمتر بتاع الدايره دي فالدايمتر بتاع الدايره كام 160 سم اللي هو 1600 1600 مللي وادوس انتر تمام لا اسف احنا كده هو كان قايل لنا الريديوس مش الـ مش الريديوس ثواني نعيد تاني معلش سيركل سي انتر بص كده لو وريت تحت هتلاقي سبيسيفاي ريديوس جايب لك الريديوس الاول اللي هو نص القطر نص قطر ال 160 اللي هو 80 80 دي اللي هي 800 مل فاكتب 800 وانتر هتلاقي الدايره اترسمت معاك بالشكل ده كده تمام طيب. طيب كده الدايره دي نص قطرها 80 يعني الدايره دي كده نص قطرها 80 سم فلو انا عملت الباب يعني لو انا جيت هقسم الدايره دي كده نصين لو انا قسمت الدايره دي نصين هيبقى هيبقى الباب كده عرض الضلفه بتاعته كام؟ هيبقى 40 نرجع بعد التمانين 80 عشان احنا كده ايه لغبطنا بيقول لك ان عمل باب ضلفتين بعرض 160 يعني الضلفه الواحده 80 مش مش 40 يبقى معلش هنمسح دي تاني نعمل سيركل سي انتر حدد السنتر وبعدين نكتب 1600 انتر. خلاص؟ كده الباب ده يعني كده لو انا قسمت الدايره دي كده نصين هيبقى ده 80 اللي هو ده واحدة واحد. طيب فانا بالفعل هعمل لاين بقى يقسم الدايره دي نصين فهعمل ال وانتر واجي هنا بص لما انت تمشي على الدايره كده هتلاقي مثلثين مقلوبين لما تيجي على 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 الحته الراسيه في الدايره بص هتلاقي اتعمل معاك الشكل ايه؟ اكن مستطيل واخد زاويه كده فادوس عليه كليك وانزل تحت وادوس كليك تاني هنا كده انا رسمت ايه؟ قسمت الدايرة نصين، أصبح كده الدايرة أكنها مقسومة أربع أرباع، الربع 2 3 4 فأكن بقى ده ضلفة الباب، يعني أكن لو أنا اعتبرت كده ده أكن ده ضلفة باب بيفتح كده لجوه. تمام؟ فأنا عايز آخد الربع ده، عايز آخد الربع ده كده أهو ده كده يا باشمهندسين ده كده ضلفة باب، دي كده هتبقى ضلفة باب. خلاص طيب انا عايز عشان اخد الشكل ده محتاج اقطع او اقص كل الشكل ده يعني هقص ثلاث ارباع الدايره واسيب ربعها فنعمل الكلام ده بايه ده الامر اللي بعد اللي هو امر اسمه تريم اختصاره تي ار انتر تريم يعني قطع او قص فانا هدوس تي ار انتر الامر ده بيتنفذ على مرحلتين فركز معايا هدوس تي ار انتر هتلاقي بيقول لك ايه سيلكت الاوبجكت اختار الاوبجكت اختار الحاجه يعني اللي انت مش هتقطعها يعني هي ماشيه بالعكس ايه اللي انا مش هقطعه ويكون متقاطع مع اللي انا هقطعه يعني انا هعلم على الشكل ده والشكل ده دول انا مش عايز اقطعهم يعني انا مش عايز اقطع الجزء ده كده انا عايز اقطع كل اللي بره ده وبعدين ادوس انتر هيقول لك بقى ايه ترم بقى اقطع بقى اللي انت عايزه فانا هقطع بقى الجزء ده واقطع ده واقطع ده واقطع ده, ده هيتبقى معاك ايه هتبقى معاك ضلفة الباب بالشكل ده طبعا عارف ان ايه التمرين ده بيتنسي فهنعمل كنترول زد تاني اهو من الاول خالص انا عملت سيركل دايره وعايز اقسم الدايره دي اربع تربع فادوس ال وانتر واجي هنا من راس الدايره لاسفل الدايره وادوس كليك كده انا قسمتها اربع تربع عايز اقطع يعني يعني عايز اقطع كل اللي بره الشكل ده يعني انا عايز الربع ده بس والثلاث تربع دول هشيلهم فاعمل الكلام ده ازاي بامر ترم تي ار وانتر وحدد الحاجات اللي انا يعني الربع اللي انا مش هقطعه اللي هو اللي هو محدد يعتبر تحديده بالجزء ده والجزء ده وادوس كليك تاني هنا بعدين ادوس انتر بعد كده يقول بقى قطع بقى كل اللي انت عايزه فقطع بقى مين كل الزيادات دي انا مش عايزها اشيلها كده خلاص طيب يبقى انا كده عملت اول ضلفه من الباب طيب يبقى الباب ده اكنه بيفتح كده يعني اكن الباب ده بيفتح يعني اكن دي ضلفه وهتفتح بالشكل ده كده يعني لو انت بصص من فوق الضلفه دي بتفتح لجوه كده فانا طبعا عايز بقى احرك الشكل ده في امر برضو واحنا بالمره في امر اسمه اكستند عشان دي الامر ده عكس ترم يعني ترم ده لو انت بغض النظر بقى عن الدايره لو انت عندك مثلا خطين متقاطعين كده وعايز تقطع الزياده دي تريم ده بيقطع اي زياده فانا بدوس تي ار وانتر واحدد الشكل ده كليك وبعدين انتر واروح اقطع الزياده دي هتلاقيها اتقطعت معاك كده عكس تريم بقى في اكستند لو افترضنا مثلا ان الخط ده ما كانش واصل لحد هنا يعني افترضنا ان الخط ده كده والخط ده كده وانا عايز اوصل الخط ده بده ففي امر اسمه اكستند تمديد او امتداد عكس تريم وادوس اي اكس وانتر وحدد الشكل اللي انا عايز اروح له كليك وانتر تاني وبعدين اروح على الشكل ده هتلاقيه امتد معاك ووصل لمين؟ للشكل اللي قصاده او كمل الخط يعني فترم واكستند دول عكس بعض عشان كده بنقولهم مع مع بعض بس انا في التمرين هنا ما عنديش حاجه يعني احتاج فيها اكستند طيب فانا كده عملت مبدئيا ايه ضلفة للاوضه دي طيب المفروض بقى ان انا عايز اعمل ايه تاني عايز اخلي يعني يعني الضلفة دي كده بتفتح كده لو انا عايز اخليها بقى ضلفة تاني تفتح الاتجاه اللي قصادها ده كده فالمفروض الأول أحرك الشكل ده كده يعني الشكل كده مش مظبوط يعني أنا عايز أحدد الشكل ده كده وحركه التحريك اسمه موف ام انتر أحرك من هنا كده وأجي في السنتر ام انتر وأحرك إيه كده أنا حركت الضلفه بتاعت مين؟ بتاعت ضلفه الباب دي. بعد كده عايز بقى أخلي الضلفه دي تعمل لها ميرور. ليه؟ أنت ممكن تقول طب ما أعمل ربع دايرة تاني يعني أنا المفروض عايز أرسم إيه؟ عايز أرسم الضلفة التانية تبقى بالشكل ده كده أهو ربع دايرة كده. دي كده الضلفة التانية اللي أنا عايز أرسمها فأنت ممكن تفكر إزاي تقول طب ماشي أعمل برضو دايرة تاني وأقص كل الزيادات وأسيب الربع ده. لأ الأوتوكاد قال لك في أمر تاني بيسهل عليك الشغل اسمه ميرور. ميرور ده إن أنا بقلب الشكل يعني الشكل ده موجود أهو هقلبه في الجنب التاني ده. اكنك انت لما تقف قصاد مرايه مثلا فبتشوف الصوره مقلوبه تمام؟ فهي نفس الفكره برضو ميرور ده اختصاره ام اي ام اي انتر اختصار ميرور اهو تمام؟ فانا هنا لو حددت الشكل ده احدد الشكل الاول من اليمين للشمال او من الشمال لليمين الشكل اللي انا عايز اعمل له ميرور واكتب ام اي انتر هيقول لك ايه؟ سبيسيفاي فيرست بوينت حدد النقطة الأولانية اوف ميرور لاين سبيسيفاي فيرست بوينت اوف ميرور لاين يعني حدد أول نقطة لخط المرآة ده يعني إيه خط المرآة والميرور لاين؟ هو لو أنت جيت وقفت قصاد المراية فالمراية دي تعتبر خط بالنسبة له يعني هو عايز يعمل ميرور فأنا الخط بالنسبة لي إن أنا عايز الشكل ده أكن المراية تبقى في النص هنا ويتقلب على الجنب التاني فالخط بالنسبة لي هنا كليك عند نهاية الشكل وانزل لتحت كده اكن ده بقى ايه ده الخط ده ده الخط ده ده الميرور لاين فأدوس كده كليك وانزل لتحت وادوس كليك تانيه وبعدين أدوس سبيس او انتر هتلاقي الشكل اتكرر معاك بالشكل ده كده اذا ده أكنة ايه اكن ده ضلفتين باب بتفتح يمين واحده بتفتح شمال بالشكل ده يبقى دول كده ضلفتين تقدر تعملهم بقى بترم تقدر تعملهم بدائره وتقعد تقطع منها تقدر تعملهم بميرور في الاخر انا مش عايزك تركز في المعماري يعني ايه يعني ما تقولش تبليل باب ما جاش يمين ولا ما جاش متفك... يعني احنا مش معماري احنا كهرباء بس انا بيهمني في التمرين يعني ان انت تفهم آه الامر بنستخدمه ازاي بس كده انت عرفت ازاي تستخدم ميرور عرفت ازاي تستخدم اكستند ازاي تستخدم تريم الباقي كله بقى معماري ما ما يهمناش خلاص طيب اللي بعد كده بوف ودي شرحناه طبعا ان انا لو عايز احرك الباب يمين او شمال يبقى اذا انا عملت ربع دايره وعملتها ميرور وبعدين حركتها بحيث ان هي تبقى في السنتر المفروض بقى طبعا بعد ما بعمل الشكل ده يبص الباب ده بقى لوحده وده لوحده وطبعا ده اصلا برده كان لوحده وده فهتلاقي ان في خطوط وفي حاجات كتير فبنعمل كل الكلام ده بنحدده من الشمال لليمين ونعمله بلوك بي انتر ونسميه مثلا روم اثنين عشان كنا مسمين روم واحد قبل كده واعمل له بيك بوينت واجي هنا مثلا وليكن هنا على على ال هنا دي واقول اوكي هتلاقي بقى بص دي بقت ايه؟ بقت اوضه وليها نقطه واحده وكلها بتتحدد معاك مره واحده وليها باب بيفتح ضلفتين يمين وشمال خلاص طيب يبقى اذا ده بنفس الفكره طبعا لو انت عايز بقى ترسم هي الاوضه دي واحد يعني سواء هنا او هنا او هنا هو نفس الفكره التمارين ايه واضح بالنسبه لي طيب يبقى انا كده رسمت الاوضه وعملت لها الابعاد بتاعتها وعرفت بقى في التمرين ازاي ان انا اعمل سيركل ازاي اعمل دايره ازاي اعمل تريم اقطع خط وازاي اعمل اكستند امد الخط ده وازاي اعمل ميرور وازاي اعمل موف تمام طيب التمرين اللي بعد كده طبعا تمرين رقم ثلاثة يعني المفروض ان احنا بناخد اول محاضره ثلاث تمارين والمحاضره الثانيه هيبقى فيها تمرينين مش فاكر بقى انا قلت في الاول عكس ولا ايه بس احنا معانا التمرين الثالث ده في المحاضره دي ده, ده اخر تمرين يقول لي الغرفة السابقة مطلوب توزيع ست كشافات 12 سم في 120 سم بعدد أربع كشافات إنارة عادية واثنين كشاف طوارئ. خلاص؟ أول خطوة طبعًا هعملها إيه؟ إن أنا أرسم الكشاف هو عايز يوزع جوه الأوضة بقى كشافات، الكشافات دي 120 سم في 12، فأنا ما عنديش الكشاف ده، فهعمل أول حاجة إيه؟ هروح أرسم الكشاف ده 12 سم في 120. فهاجي طبعًا بنفس إيه؟ الأوامر بقى اللي أنا خدتها وخلاص هعمل آر إي سي ريكتانجل. ار اي سي انتر واجي هنا على جنب هرسم كشاف هنا على جنب ادوس كليك واروح بعيد واقول له بص هنا كده تحت هتلاقي فيه دايمنشن ادوس دي انتر وادخل بقى الطول بتاع الكشاف اللي هو 120 120 دي اللي هي كام 12 سم انتر 1200 اللي هي 120 سم اللي هو 12 في 120 يعني من الاخر هيظهر معاك الكشاف بالشكل ده ده كده الكشاف ال 120 اللي عندنا في البيت اللي كلنا يعني ايه شفناه وقابلناه في ده الكشاف ال 120، أكأن ده ده الرمز اللي أنا هشتغل بيه أو البلوك اللي أنا هشتغل بيه. تمام؟ طيب، هل محتاج أعمل كشافات تانية؟ او قال لي خلي بالك أنا محتاج أربعة كشافات إنارة عادية واتنين كشاف طوارئ، طوارئ ده لما الكهرباء بتقطع الكشافات دي بتنور مثلاً من البطارية أو من المولد أو أيًا كان يعني ده هنتعرض له بعدين في شغل الإنارة إن شاء الله. فأنا عايز أعمل شكل تاني لكشاف تاني يكون مميز عن ده. يعني يكون كشاف هيبقى طوارئ مش كشاف عادي فهعمل ايه عشان اعمل نفس الكشاف ده بسيمبل مختلف فهم بيعملوا ده هاتش يعني هم يعني بقى عرف كده في المكاتب وفي الشغل ان الكشاف العادي بيبقى شكله زي ما انت شايف كده ولكن الكشاف الطوارئ بيبقى واخد جزء منه متهتش كده يعني ايه متهتش يعني معمول اكنه يعني جزء كده ايه سوليد هنشوفه دلوقتي تمام فانا هعمل ايه هعلم الشكل ده واخد منه نسخه ثانيه لان انا عايز كشاف ثاني اعمل منه كشاف يعني ده كده كشاف عادي عايز واحد ثاني بقى طوارئ فاعلم على الشكل واعمل منه نسخه ثانيه نسخه ثانيه اللي هي مين اللي هي كوبي كوبي اختصارها ايه هتلاقي هنا كوبي سي او انتر ادوس سي او انتر اروح دايس كليك كده وليكن من هنا مثلا واشيل صباعي واتحرك بص لو جيت عملت كليك أعمل معاك نسخه عملت كليك ثاني نسخه ثالثه رابعه خمسه سته سبعه اياك تعمل بها مليون تمام طبعا احنا هنعمل كنترول زد احنا عايزين ايه؟ عايزين نسخه واحده بس بدل ما ارسمه تاني يعني بدل ما ارسم واحد تاني واقعد اعمل له هاتش لا انا هاخد كوبي من ده واعمل له هاتش طيب عايزين بقى نعمل هاتش انا عايز اعمل هاتش لنص الكشاف يعني انا هقسم بقى الكشاف كده هعمل هنا لاين من البدايه لحد النهايه كده واعمل هاتش للجزء ده انا عايز اهتش بص كده عايز اهتش الجزء ده كده ليه يا باشمهندسين انا عدتش الجزء ده عشان يبقى مميز ان الجزء ده او ان الكشاف ده طوارئ والكشاف ده عادي وكل الناس شغاله كده في المكاتب بره تمام فهاتش ده اختصاره ايه اتش انتر هتدوس اتش انتر من اسمه اتش اتش انتر وتيجي جاي كده بص اول ما تيجي كده عند الشكل جوه الشكل كده هتلاقي ايه دوس كليك هتلاقيه اتعمل معاك ايه ابيض طبعا هو هنا بيقول لك انت ممكن تعمله سوليد او تعمله مش عارف ايه يعني ممكن تختار شكل الهاتش اللي انت عايزه مش فارق معانا الكلام ده دلوقتي، أنا يهمني إن أنا عملت هاتش لمين؟ لجزء من الكشاف اللي أنا كنت محدده بنص الكشاف تقريباً. بعد ما أعمل هاتش بقى هعمل الكشاف ده مين؟ هعمل الكشاف ده بلوك، فاعلمه عشان ما يبقاش الحاجات كده بايظة، وادوس بي إنتر وأسميه مثلاً إيه إل واحد، كشاف مثلاً اسمه إيه إل واحد، وبعدين أعمل له بيك بوينت وأجي هنا في السنتر. بص بقى على المعلومة دي على الهامش كده. لو انت عايز تعمل حاجه في السنتر فبتيجي تقف شويه صغيرين كده على جسم الشكل من بره هتلاقي في نقطه ظهرت معاك كده في السنتر شايف النقطه دي دي سنتر الشكل لو بص في بره كده هتلاقي فيه بيظهر معاك زي نقطه كده بس مش باينه قوي يعني نقطه كده نقطه ضعيفه كده تمام فهتدوس على النقطه دي كده سنتر الشكل هدوس عليها كليك وبعدين اقول اوكي لما اعمل زوم اوت واجي ادوس على الشكل ده هتلاقيه كله بقى حاجه واحده بقى بلوك واحد والبيك بوينت بتاعته فين في السن بالمثل طبعا هعمل نفس الكشاف ده بانتر برضو واسميه مثلا إيه ال خلاص وبرده اعمل له بيك بوينت واجي ارفع مش الشكل بص هنا نقطه واضحه انت طيب شايف السنتر دي شايف النقطه اللي هي موجوده في السنتر دلوقتي دي هي دي نقطه هامش وهميه كده بدوس عليها كليك كده انا عملت مين البيك بوينت في السنتر اذا بقى عندي الواحد 1 كشاف عادي بلوك وبقى عندي ال2 كشاف طوارئ ومعمول له هاتش كده انا عرفت عرفت ازاي اعمل كوبي وعرفت ازاي اعمل هاتش وطبعا كده كده امر بلوك ده انا عارفه هو طبعا بيقول لك ايه بقى بيقول لك وزع آه وزع بقى ايه وزع اربع كشافات للاوضه دي اربع كشافات آه نار عاديه واتنين كشاف طوارئ تمام فانا طبعا في امر بعمله اللي هو امر اسمه ديفيجن انا عارف بقى يعني الامر ده رخم شويه بس انت ايه انا هشرحه لمجرد العلم بالشيء يعني مش مش للتنفيذ يعني ما حدش بيشتغل بيه يعني بالطريقه دي احنا بنشتغل بحاجه اسمها ار اف في توزيع الكشافات، يعني انا عايز اوزع كشافات فبنشتغل بحاجه اسمها ار اف هشرحها في اخر المحاضره. تمام؟ ولكن في طريقه ثانيه اللي هي امر اسمه ديفيجن اللي هو تقعد تقسم بس ده امر رخم فانت ايه اعرفه للعلم بالشيء ولو ما فهمتوش فبرضه ايه مش مشكله ما تزعلش. ديفيجن ده لو انا عايز هو هنا بيقول لك انا عايز ايه عايز يعمل ست كشافات ولا كام؟ عايز مثلا عايز اثنين اثنين صفوف في ثلاث ايه؟ اه تلت في ثلاث اه اه اسف عمودين في ثلاث صفوف يعني كانه مثلا لو انت تخيلت كده عايز هنا كشاف مثلا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست هو عايز ست كشافات في الأوضة بالشكل ده خلاص؟ فكده هو عايز ايه؟ عايز ثلاث صفوف اهو ادي صف اثنين ثلاثة في ثلاث في عمودين تمام؟ هنعملهم ازاي بقى يا مهندسين بالامر الرخم اللي اسمه ديفيجن؟ هنيجي عاملين ال انتر تمام؟ ونيجي جايين على جزء من ال من الخط كده اي جزء ونعمل كليك ونروح كده ايه لاخر الخط الثاني كده احنا عملنا ايه؟ لاين، عايزين بقى نقسم اللاين ده اجزاء متساويه. تمام؟ يعني عايزين نقسم اللاين ده لثلاث اجزاء، لما انا اقسم اللاين ده لثلاث اجزاء كده يعني لو اللاين ده هنا فيه جزء بص كده لو ده كده جزء اول جزء في اللاين ده الجزء الثاني ده الجزء الثالث فده معناه ايه؟ معناه لو حطيت كشاف هنا وكشاف هنا هيبقى على مسافات متساويه تقريبا يعني تمام؟ فانا عايز اقسم الخط ده ثلاث اجزاء فاقسمه بامر ايه؟ بامر اسمه ديفيجن هتلاقي اختصاره عندك في البي دي اف طبعا البي دي اف ده ينزل على الجروب برضه بعد ما اخلص ان شاء الله امر ديفايد اختصاره دي اي في انتر او دي اي في سبيس فاكتب دي اي في انتر هيقول لك ايه سيلكت الاوبجكت اختار الشكل اللي انت عايز تقطعه تمام فاختار مين الخط ده دوس كليك هتلاقي بعد كده بيقول لك ايه انتر ذا نمبر اوف سيجمنت يعني ايه نمبر اوف سيجمنت يعني حدد عايز تقطعه كام حته فاحنا عايزين كام تلاتة؟ فاكتب تلاتة. وبعدين انتر طبعا انت بعد ما تدوس انتر هتلاقي الخط ما تقسمش معاك لا هو اتقسم بص لو عملت كده تحديد من الشمال لليمين هتلاقي بص في نقطتين اهو بس هم مش ظاهرين معمول تقسيم بس بشكل صغير جدا ففي حاجه بعملها عشان اكبر النقط الصغيره دي في حاجه اسمها بوينت ستايل تمام اختصارها تقريبا كان بي ستايل او بي تايب بي تايب اه بي تايب وادوس انتر اكتب بي تايب ممكن اختصارها يظهر عندك عندك كتبت بي تي هتلاقي ظهر معاك بي طيب اهي بي طيب هتلاقي ظهر معاك تحت كده او في التكست اللي بيظهر عندك لو ما ظهرتش اكتب بي طيب بي تي واي بي اي هي طبعا هتظهر يعني معاك بي طيب انتر هيجي لك الشكل ده حلو هنا بيقول لك ايه دي يعني شكل التقسيم بتاعه فهو هنا بص التقسيم بتاعه عامل نقطه عشان كده هو مش ظاهر لكن لو انا اخترت مثلا الشكل ده وقلت له اوكي بص كده التقسيم ظهر ازاي اهو كده الراجل ابن حلال قسم لي ثلاث اجزاء متساويه تمام طيب كده انا قسمت ايه اكن انا قسمت آه الاعمده عايز بقى اقسم صفوف تمام فانا هضطر اعمل خط تاني اعمل لاين انتر ال انتر واجي هنا بالطول كده واعمل خط تاني تمام واقسم بقى الخط ده هقسمه برضو بامر ديفيجن دي اي في انتر واروح اعمل سيلكت على الخط كليك او اللي عايز تقسمه كام تقسيمه؟ عايز بقى أقسمه كام؟ المفروض هتقول أربعة، صح؟ هتقول لهم هم ثلاثة بس أنا عايز أربع أجزاء. بص في قاعدة هي دي في التقسيم يعني أمر ديفيجن المهم إن أنت فهمته بيشتغل إزاي، بس هو أصلا توزيع الكشافات في قاعدة اسمها إكس و2 إكس، يعني إكس و2 إكس. يعني في الكشافات حتى عندك في البيت المفروض تلاحظ الكلام ده يعني لو هو معمول تقسيمته صح، لو أنا عندي مكان زي كده المفروض لو أنا جيت هنا عملت كشاف كده وعملت كشاف تاني كده إيه المفروض المفروض يعني ان المسافه ما بين الكشاف اللي هي المسافه دي والحيطه تبقى نص المسافه ما بين الكشاف والكشاف. ده طبعا لوجيك جدا يعني المفروض ان الكشاف ده ما بينه وما بين الحيطه نص المسافه ما بينه وما بين الكشاف تاني فبيسموها اكس و2 اكس يعني المسافه دي كده بنسميها 2 اكس يعني ضعف المسافه وبنسمي دي اكس. تمام؟ ليه؟ لانه اصلا يا باشمهندسين الكشاف ده لو انا افترضت مثلا ده كشاف الاضاءه بتاعته بتبقى واخد شكل ايه زي بيضاوي كده او او يعني دائري فلو هو هنا في كشاف وهنا كشاف فانت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان ده بيغطي مثلا دايره كده وده دايره كده انا اسف طبعا على الرسم الجميل ده بس انهم ليه نفهم يعني فانت هتلاقي ان ان ده واخد نص يعني كده نص قطر دايره نص قطر دايره ثاني فبالتالي المسافه دي بقت مين؟ بقت قد المسافه اللي ما بين الكشاف والحيطه دي مرتين تمام؟ اذا دي القاعده دي بيسموها اكس و2 اكس فانا عشان اعمل بقى الكلام ده في التقسيم يعني عشان انا اقسم الجو... الخط ده انا عايز اقسمه كام اقسمه 3 فهضرب في 2 عشان اخلي ضعف المسافه فيبقى 6 وازود 1 تمام فانا هاجي هنا على على ده دي اي في وانتر واختار الخط اللي هو ده واكتب هنا هيقول لي كام عايز عايزه كام يبقى 7 2 في 3 ب 6 وازود 1 يبقى 7 ادوس 7 وانتر هتلاقي الخط ايه اتقسم معاك 7 نقط بالشكل ده هتيجي انت على النقطة التانية تعلم عليها والنقطة اللي وتسيب واحدة وتعلم على اللي بعدها تمام؟ لا انا اعلم على دي ودي ودي بص كده لو انت لاحظت طبعا المفروض احنا هنظبط التلاتة دول بحيث يبقى اكس و2 اكس بس الفكرة ان هنا لو انت لاحظت كده هتلاقي ايه؟ لو عملت هنا كده مثلا خط افتراضي هتلاقي ان المسافه دي اهي نص المسافه ما بين الكشاف ده والكشاف ده تمام فعلى العموم يعني دي طريقه التوزيع بار بديفيجن دي بتبقى طريقه رخمه بعدين بنقعد بقى نظبط النقط دي على بعض ان هي تتقاطع مع بعض وفي الاخر بنوصل ل 3 في 2 من الكشافات بعدين نقعد بقى ناخد الكشاف ده كده ايه نجيبه هنا نحطه مثلا على النقطه دي ونجيب منه كشاف ثاني نسخه ثاني كوبي نحطه على النقطه اللي بعدها وبعدين نحطه على النقطه اللي بعدها فطبعا دي طريقه رخمه احنا ما بنشتغلش بيها تمام؟ طيب. أنا اللي يهمني في الطريقة دي إن أنت تبقى عرفت أمر ديفيجن، لو عندي لاين أو لاين بر خارجي أهو وعايز أقسم اللاين ده لثلاث قطع متساوية، فبعمل دي أي في إنتر، أختار اللاين أدوس عليه كليك وأكتب ثلاثة وبعدين أدوس إنتر، هتلاقي إيه معاك لثلاث أجزاء متساوية، ده جزء اتنين تلاتة. تمام؟ طيب. ده بقى اللي يهمني في ديفيجن. طيب أنا بقى عايز أوزع كشافات بالشكل اللي هو قاله، سيبك بقى من ديفيجن ده خالص، عايز أوزع كشافات بالشكل ده. فهم عشان ليه ان الموضوع صعب وان احنا عشان نقعد نعمل لاين ونقسم وطبعا هتلاقي يعني انتوا دلوقتي ايه اتضايقتوا ايه الحاجات الصعبه دي احنا كنا ماشيين كويس لا هو عمل لك حاجه ثانيه عشان يخليك دايما ماشي كويس في حاجه اسمها الاثبات تمام يعني ايه الاثبات وده اخر جزء في المحاضره ار اف ده لزب يعني ايه لزب؟ لزب ده يعني الاوتوكاد الامر اللي انت بتعمله لما مثلا بعمل له إيه ال انتر وباجي ديسكليك كليك هي دي في لغه البرمجه عنده في برمجه البرنامج لما 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 اليوزر يدوس على حرف ال ويعمل انتر انت هترسم له خط فهو ايه الحاجات دي عنده في البرمجه بتاعه الاوتوكاد والبرمجه دي مفتوحه لكل الناس يعني هو برنامج اوبن سورس فالناس بتعمل ايه بيقول لك طب افرض انا يا سيدي عايز اعمل مثلا اوزع كشافات بطريقه اكس و2 اكس بدل ديفيجن والحاجات الصعبه دي ما ينفعش ابرمج الاوتوكاد انا اللي برمجه كيوزر يعني او كاي اي حد بحيث انه يعمل الكلام ده قال لك اه طبعا في ناس بقى دخلت في الموضوع ده جامد وتعلمت ازاي تبرمج الاوتوكاد وعاملين بقى ويب سايت مع متصلين مع شركه اوتوديسك اللي هي المنتجه للبرنامج والناس دي بتقعد ايه يعني كل واحد يقول اخر حاجه وصل له ده عالميا يعني, يعني في كل الدول الناس دي بيقعدوا يكلموا وإحنا عملنا الليزب الليزب ده مثلا بيخليك توزع كشافات واحد تاني عمل ليزب بيخليك تعمل ايه يعني ناس كتير شغاله في الموضوع ده من اشهرهم في مصر واحد اسمه محمود ابو اليزيد يعني قدام الناس اللي دايسه قوي في الحوار دوت يعني طبعا في ناس تاني كتير لكن ده كشخص انا قابلته يعني هبدي لكم اعمل ويب سايت هو وعامل عامل لثبات كتير قوي بحيث ان انت ممكن تبقى اي لثبه تحتاج تلاقيه موجود فالخلاصه يعني الإثبات دي جزء من البرمجه بتاع البرنامج بتجيبه تدخل للبرنامج وتشتغل عليه تمام يعني انا دلوقتي لو جيت كتبت للبرنامج ار اف اللي هو الامر اللي بعد كده ده لو دوست ار اف انتر تمام هيقول لي هيجيب لي حاجات انت عندك هيقول لك هنا انون مش هيفهمه ليه لان انت ما عندكش الليزب ده فانا هنزل لكم الليزب ده على الجروب هتدخلوا الليزب ده لبرنامج الاوتوكاد هيشتغل معاكم زي الفل وتبقى انت كده فهمت هنا معلومه مهمه جدا كلمه لزب دي معناها فايل متبرمج بتدخل الاوتوكاد عشان تشتغل بيه في الاوامر بيوفر عليك اوامر معينه تمام طيب ازاي بقى ندخل لزب يعني انا هديك فايل هنزله على الجروب هتاخده تحط عندك فين على السي الفايل اللي انا اديه لك هتيجي هنا جاي على السي تمام بروجرام فايل على السي بروجرام فايل هتلاقي اول حاجه ظاهره عندك اوتو ديسك دي الشركه اللي هي المنتجه لبرنامج الاوتوكاد وبرده للريفيت وطبعا ومجموعه برامج ثانيه كتير يبقى تدخل على بروجرام فايل اوتو ديسك ده اللزبه يا باشمهندسين يا باشمهندسات بص ار اف ال اس بي ار اف ليزم ده هنزله لكم هتاخده كده بعد ما انا انزله تحطه فين على السي بروجرام فايل اوتوديسك ار اف ليس تحطه في نفس المكان بعد ما تحط الفايل هنا كده الاوتوكاد فهمه ولا اي حاجه ده طبعا لسه لازم تروح على الاوتوكاد وتعمل له ابلود للزب ده نعمل له ابلود ازاي اكيد برضه بطريقه الاوامر اي بي اختصار ابلود اي بي بي تقيله طبعا تمام طبعا في ناس بتنسى وتعمل يو يقول لك ابلود يو بي لا هي اي بي انتر هيفتح لك القايمه دي هتعمل حاجتين اول حاجه هتيجي هنا هت... بيقول لك لوك ان هتيجي انت فاتح من هنا وتختار مين المكان اللي انت حاطط فيه الليزب اللي هو السي بروجرام فايل اوتو ديسك وتختار الليزب ده تدوس عليه كليك بعد ما تدوس عليه كليك هتقول له لود هتلاقي بيقول لك ايه ار اف ليزب سكسسفولي لودد يعني اتحمل بنجاح تمام طيب عشان بقى انت مش كل مره تفتح الاوتوكاد تعمل القصه دي فبتيجي هنا على كونتنت اللي تحت دي، شايف انت الشنطه دي؟ هتيجي تحتها في كونتنت هتدوس عليها كليك هتلاقي هنا في ايه؟ البتاع ده فاضي هيبقى عندك فاضي يعني هتدوس عليه اد وتروح برده على نفس المسار على السي بروجرام فايل اوتو وتختار اللي هو الار اف الليزب ده وتقول له اوبن طبعا انا عشان موجود فبيقول لي ايه موجود عندك اصلا بعد ما تجيبه هيظهر معاك هنا إيه كده هتدوس كلوز خلاص كده انت حملت الليزب يبقى اي لسب بيتحمل بالطريقه دي يا باشمهندسين يا باشمهندسات بندوس اي بي تمام اي بي تقيله وبعدين نروح على لوك ان نختار المكان ونحط ونجيب الليزب وندوس لود يقول لك في لودد بعدين تروح على كونتنت وتختار ايه برضه الليزب تاني من نفس المكان برضه تاني وتدوس كلوز وبعدين تقول له كلوز بعد ما تعمل الخطوات دي كده الاوتوكاد فهم ان في لغه برمجه جديده او في جزء او في فايل متبرمج جديد وهقول لك الاختصار بتاعه وانت فهمني بقى تمام فالاختصار بتاع الراجل بقى اللي عمل الليزب ده واجتهاد قال لك الليزب ده يا جماعه اختصاره ايه ار اف انتر والليزب ده وظيفته في الحياه انه بيوزع كشافات بطريقه سهله جدا تمام تعالى بقى نوزع كده بار اف ادوس ار اف انتر هتلاقي بيقول لك ايه فيكس البلوك نيم ايه اللي لي اسم البلوك اللي انت عايز توزعه البلوك ده فاكرين انا كنت مسميه كنت مسمي ده ال1 وده ال2 او ال2 وال1 طب افرض انا نسيت خلاص هعمل سكيب من الامر تعالى كده على البلوك ده دوس دبل كليك ورا بعض في حته واحده تاني لو انت دوست كليك هنا ورحت دوست كليك بره ولا لو قعدت تدوس للسمك جاي الجايه مش هيفهمك لازم انت تدوس دبل كليك ورا بعض في حته واحده تحفظ كده بص دبل دبل كليك كده هتلاقي فتح لك القايمه دي دي قايمه البلوك خلي بالك البلوك اسمه ايه ال2 اهو ال2 يبقى اذا البلوك ده اسمه ال2 خلاص يبقى يعني انا كده عرفت اسم البلوك هدوس اوكي هدوس سكيب لو فتح معاك دي بقفله اه احنا هنشرح ازاي نشتغل جوه البلوك ده المحاضره الجايه ان شاء الله انا هندوس هنا على كلوز دي عشان بس انا ايه يبقى تاني ادوس على الكشاف دبل كليك اي اي دا ايه ده كده اسمه ال2 تمام فانا عايز اوزع الكشاف ده هوزع ست كشافات في الغرفه دي مثلا فاكتب ار اف انتر هيقول لك قول لي اسم البلوك هكتب له ايه الاثنين بص اقرا الكلام اللي تحت امشي ما مش عايزك تحفظ امشي ورا اللي الاوتوكاد بيقوله ممكن الكلام ده يبقى ظاهر عندك هنا فوق هنا مثلا او كذا مش فارقه يعني ما تشغلش بالك بالشكليات دي ال2 ادوس انتر هيقول لك ايه روتيشن انجل يعني زاويه الكشاف طبعا زاويه الكشاف انا مش عايزه يعني ولا يعني هو لو انت هو كده زاوية صفر دلوقتي لو انت عايز تخليه يبقى افقي كده هتقول له 90 لكن احنا عايزينه صفر فانا اكتب صفر انتر هيقول لك نمبر اوف كولوم عايز ع... كم عمود احنا قلنا عايزين عمودين لما عملنا خطين كده عمودين في ثلاث صفوف فاقول له هنا كام؟ اثنين انتر نمبر اوف رو عدد الصفوف كام؟ ثلاثة يبقى ثلاثة انتر فيرست كورنر يعني حدد لي بقى اول كورنر ما هي الاوضه دي فين هو مش شايفها يعني هو مش عارف انهي اوضه في الاوضة اللي انت راسمها دي ولا ولا ايه بالظبط فبيقول لك قول لي فيرست كورنر فانا اختار مثلا وليكن الكورنر ده كليك هيقول لك ايه قول لي السكند كورنر، فين الكورنر اللي قصاده؟ همشي كده كده واجي على الكورنر اللي قصاده ده واروح داس كليك، شايف ده ولا سحر ولا شعوذه ولا اي ايه؟ ولا اي ذل لمين؟ لديفيجن ولا اي يعني بص ديفيجن ده امر عقيم. ف ولكن طبعا احنا ديفيجن بنستخدمه في حاجات ثانيه بس انا بقول لك يعني ان التوزيع بيبقى بار بص ار تعالى كده بقى لو انت شفت المسافه دي المسافه ما بين الحيطه والكشاف هتلاقيها نص المسافه ما بين الكشاف والكشاف، بمعنى اخر لو دي 2 اكس بيسموها اكس و2 اكس يبقى دي طبعا ايه اكس كذلك كده بين بالراس برضه لو انت خدت المسافه دي ما بين الحيطه وسنتر طبعا احنا بنسم السنتر وسنتر الكشاف هتلاقي المسافه دي نص المسافه ما بين الكشاف والكشاف اللي بعده بالشكل ده اذا ار اف ده الراجل اللي برمجه قاعد يظبط فيه بحيث انه الكشاف يجي معاك مظبوط ويحقق قاعده اكس و2 اكس يبقى انت كده ايه برنس توزيع طبعا بقى بترسم بقى كل القوة تقعد توزعها ايه بالشكل ده بيبقى سريع معاك جدا وبيبقى سهل جدا معلومه مهمه جدا عشان لما تيجي تعمل التاسك بقى ايه هتقع فيها ايه المعلومه دي لو انت عامل البيج بوينت بتاع الكشاف دي ودي اهميه بقى البيج بوينت تعالى كده نعمل مثلا كشاف 60 في 60 أكتب ار اي سي انتر اسف ار اي سي انتر وادوس كليك وبعدين اقول له دايمنشن دي انتر واكتب 600 اللي هو 60 يعني انتر 600 ثانيه ده الكشاف اللي هو كام 60 في 60 اللي هو اللي هو اكيد يعني شفناه في غرف الاستقبال وفي السوبر ماركت سواء يعني وما الى ذلك كشاف 60 في 60 يعني خلاص لو انا عملته بلوك وعملت البيج بوينت بتاعته بي انتر طبعا في ناس بتستسهل فيقول لك ايه تعالى مثلا ايه اللي ثلاثه وجيت عامل البيج بوينت بتاعته فين قلت يا سيدي انت لسه هتشغل بالك اعملها هنا يلا يا سيدي هنا وخلاص مثلا بعيد كده في اي حته قلت اوكي تمام ده كده البيج بوينت بتاعته فين؟ بعيد اهي. تعال بقى اوزع الكشاف ده جوه الاوضه دي كده فاقول له ار اف اللي هو اختصار التوزيع النسبه بتاع التوزيع انتر هيقول لي اسم البلوك اقول له ال 3 انتر اقول لك قول لي روتيشن انجل زيرو انتر نمبر اوف كولوم وليكن مثلا 2 في 2 يلا انا عايز 2 2 انتر نمبر اوف رو 2 في 2 يبقى 2 برضو انتر هيقول لك الفيرست كورنر اهو ده الفيرست كورنر السكند كورنر ده شايف فين بقى اكس و اكس مفيش مش 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 اللي غلطانه ولا الليزب اللي غلطان اللي انت اللي غلطان عشان انت هو بيفهم البيج بوينت دي ان هي سنتر الكشاف هو فاهمها ان هي السنتر عشان كده قلت لك في الاول لا دايما لما تيجي تعمل بيج بوينت دايما تبقى مين تبقى سنتر طب اعمل السنتر للنقطه دي ازاي بكل بساطه انا ممكن طبعا اعدل اول انا ممكن اعمل اكسبلود اكس انتر كده انا فجرت الشكل ارجع اعلمه تاني واعمل بي انتر واسميه مثلا ال 4 واعمل بيك بوينت ونعمل بقى السنتر ازاي اهو نقف على جزء كده من الشكل وقوف وهمي افتراضي هتلاقي في نقطه نورت كده في النص هتروع عليها وتدوس كليك تمام بعدين تدوس اوكي اصبح البيج بوينت عندي هي سنتر الكشاف بعد كده ار اف انتر هيقول لي في البلوك نيم فاسميه ال 4 طبعا لسه انا مسميه وانتر بعد كده يقول لك الروتيشن انجل برضه زيرو انتر بعد كده نمبر اوف كولوم احنا قلنا كام؟ اتنين انتر نمبر اوف رو اثنين برضو انتر فيرست كورنر هي النقطه دي وسكند كورنر هي النقطه دي شايف الجمال هتلاقي هنا ايه؟ اكس و اكس والكشافات مظبوطه والدنيا زي الفل فطبعا ده يعني عشان انا بقوله لان المجموعه اللي فاتت تقريبا خمسين في 50% منهم غلط في الغلطه دي طيب في معلومه ليك دايما دي برضه من الحاجات اللي على الهامش الاوتوكاد بيبقى شغال على اخر امر يعني انا دلوقتي اخر امر انا عملته ايه ار اف لو دوست سبيس او انتر من غير ما اكتب بص جايب لك ايه تحت فيكس البلوك نيم معنى كده ايه مسيف اخر امر عندي فلو انا برسم حاجه مثلا عشان تسال عليك لو انا مثلا برسم لاين فدوست ال انتر وبعدين رسمت خط كده لما دوست سبيس كده انا خرجت من الامر ادوس سبيس ثاني ارجع برضه للامر بيرجع لاخر امر انت معاك شايف الجمال بتاع الاوتوكاد ان هو دايما بيحاول يسهل لك الشغل فلو انا مثلا بعمل لاين او ممكن ارسم غرفه كده بص بكل في ثواني طبعا من غير ابعاد يعني بالشكل ده زي ما انت شايف كده فاذا سبيس بيعيد معايا اخر امر وبيثبت معايا اخر امر اذا يا مهندسين انا هبدا دلوقتي طبعا بعد ما اقول الخلاصه بتاعه المحاضره هنبدا عندكم على الشات هتلاقي في عندكم كلكم شات لو حد يسأل فبتكتب السؤال بتاعك على الشات وبرد عليه طبعا وطبعا في السكاشن اللي هي تبدا من بكره ان شاء الله اظن هنزل لكم برده على الجروب السكاشن بيبقى هدفها ان انت بتفتح المايك وتتكلم مع المهندسين الزملاء بيشرح لك اي سؤال على المحاضره يعني في السكشن مش هيشرح ولكن ايه هي هيرد على الاسئله بس فعموما يبقى احنا كده في التمرين الاخير ازاي الهاتش واهميه الهاتش دايما بيتعمل للكشافات الطوارئ وعرفنا ازاي اه روتيت بقى معلش انا نسيت الامر ده ماشي هنقوله دلوقتي وعرفنا ازاي نعمل كوبي نقرر الشكل وازاي نعمل ديفايد الامر الغبي ده بس بنستخدمه في حاجات اوقات ويعني ده مهم جدا بالنسبه لي ان انت تفهمه يعني احنا ما بنعتمدش على ريف في ليزب بس هتلاقي ناس كتير عامله ليزبات بتسهل الشغل لما تتعمق ان شاء الله في الكورس معانا وفي المشروعات هتلاقي في ليزبات بتسهل عليك الشغل كتير فهتقدر ان انت ايه فهمت يعني ايه ليزب وبيعمل ايه اخر امر بقى يا باشمهندسين طيب لو انا افترضت ان انا عايز الكشاف ده يبقى افقي فبكل طيب بساطه امر اسمه روتيت ار او انتر فعلم الشكل ار او انتر وبالمناسبه الكاد انت ممكن تعلم الشكل وبعدين تكتب الامر او العكس يعني انا بص ممكن اعمل ايه؟ ادوس كليك كده انا حددت الشكل وبعدين اقول ار او انتر واجي هنا كده من السنتر بتاع الشكل ادوس كليك عشان اعمل روتيت حوالين السنتر فهتلاقي بص بيتعمل له روتيت بس انا عشان مفعل القرص مود فمعمول افق وراسي بس لكن لو جيت دوست عليه كده وعملت له دي اكتيفيت بص كده بيعمل روتيت ايه بكل الزوايا في الكون اللي انت تتخيلها طب لو انا عايزه بالزوايا آه يعني بص كده لو انت لاحظت هتلاقي بيجي عند ال 90 وعند ال 45 مش باين فهتلاقي شايف انت علامه الدايره اللي جنبها دي اللي هي علامه البولر دي تيجي على السهم اللي جنبها واعمل صح على 45 و90 لما تعمل صح عليهم وتعمل اكتيفيت للبولر ده تمام بص انا كده عملت له اكتيفيت بص بقى هتلاقي عند ال 90 بيعمل لك خط اخضر منقط وعند ال 45 بيعمل لك خط اخضر منقط يعني خطوط وهميه كده عشان تعرف انت ايه ماشي ازاي طبعا انا بحب اعملها 45 بتبقى يعني بتبقى يعني بتسهل عليك الشغل انا صراحه ما بشتغلش بال بالقرص مده خالص لانه بحسه رخي لكن انا بشتغل بمين؟ بشتغل بده بخطوط وهميه كده انا عايز مثلا افق ورأسه وخط وهمي هو انا شايف وانا مش محتاج ان انا يعني راس افق ما هو خط اخضر منقط الراجل موضحه لك فانا بحب اشتغل بمين؟ طبعا هي وجهات نظر كل حد وليه وجهات نظر فانت ايه لو عايز تعمل روتيت يعني هتعمل روتيت بالشكل ده تمام وتدوس كليك طبعا زي ما انا قلت ان انت ممكن تحدد الشكل وتعمل له روتيت او تكتب روتيت الاول لو دوست ار او انتر لو انت نسيت يعني لو دوست ار او انتر هيتلاقي بيقول لك ايه هو كده هيقول لك إيه؟ اختار يا عم الشكل هو مش فاهم انت عايز ايه فهتدوس كليك على الشكل وبعدين انتر فهتلاقي هيقول لك سبيسفاي إيه؟ بيس بوينت بيس بوينت يعني حدد لي نقطه اعمل منها روتيشن البيز القاعده بتاعته اللي هي طبعا السنتر فاجي كليك كده واعمل روتيت تمام؟ طيب تمام يبقى كده الحمد لله احنا تقريبا خلصنا ثلاث تمارين حالا بعد انتهاء المحاضره انا طبعا لسه هرد على الاسئله بعد انتهاء المحاضره هتلاقي على الجروبات الواتس في تاسك التاسك ده ان شاء الله تبقى مخلصه اه يعني ماكسيمم هو انا مش عايز اقول ماكسيموم عشان عارف انت عندكم امتحانات بس هتبقى مفتوحه لحد يوم الاربعاء الجاي احنا المفروض موعدنا سبت حد واربع ما بتتغيرش ان شاء الله يعني بس استثناء ان احنا الناس عندها امتحانات في يوم الاحد الجاي ما فيش فالمحاضره الجايه هتبقى يوم الاربعاء فانت معاك من النهارده لحد يوم الاربعاء تخلص التاسك وتظبط الاوتوكاد وتظبط حالك طيب نشوف بقى الاسئله بسرعه مع بعض محمد حكيم لما المحاضره تخلص ايه يا محمد ده مش سؤال ماشي آه نوت بوك هناخد شهاده من جامعه نهاية الكورس هتاخد شهادة مش من جامعة حلوان شهادة معتمدة من دكتور مصطفى حسن أستاذ دكتور بجامعة بكلية الهندسة جامعة حلوان معتمدة منه وطبعا أنا عايز أقول لكم معلومة طبعا هي يعني الشهادات بره مالهاش يعني مش مش عايزين نقول مالهاش لازمة ولكن في الآخر أنت بتروح انترفيو بتمتحن يعني فسيبك من حوار إن هي معتمدة مش عارف من مين والكلام و... ده يعني إيه ما ياكلش عيش قوي لازم انت بقى انت بتعرف تشتغل بايديك وشاطر بس في العموم يعني احنا في شهادات معتمده من دكتور مصطفى حسن لازم نحضر السكاشن لا مش لازم من اللي بيسال السؤال ده لا مش لازم السؤال طار المحاضره فرض والسكشن مش فرض الغياب بيتاخد ازاي حضرتك اه باجي وقت في المحاضره وبقول لك دخل يعني احنا كده كويس انت فكرتني في كل محاضره انا هاجي في جزء من المحاضره واقول لك ابعت على آه ابعت الرقم الاي دي بتاعك في مسج على الشات فانا حالا هنعمل كده دلوقتي يعني انا بس اخد كمان سؤالين وقبل ما اخرج من المحاضره هسيب خمس دقائق تبعت كل واحد يبعت الكود بتاعه والكود ده بيتسجل اوتوماتيك في شيت عندنا والشيت ده بيعرفنا مين حضر ومين ما حضرش وانا كل مره مره يبقى محاضره مره في نصها مره في الاخر طبعا الناس بتقول له انتوا ليه بتعملوا كده وليه الزامي طب ما نسجلها ونعملها على اليوتيوب بص يا جماعه الفيديوهات بتاعه الديستريبيوشن قتلت بحثا وموجوده على اليوتيوب وعلى وعلى مش يوتيوب وعلى كل حته في الدنيا ولكن مين اللي يستفيد فاحنا عشان الناس تستفيد لا الموضوع الزامي ما فيهوش تهريج وما فيهوش هزار والله لو انت عايز فيديوهات النت مليان فيديوهات تدخل هتلاقي فيديوهات كتير تمام لكن احنا مش هندي شهاده ومش هنخلي حد يكمل وننجح الفكره غير لما يبقى مين لما يبقى انت حاضر معانا كل المحاضرات وانت اصلا طبيعي طبيعي كبشر كلنا يعني لو انت ما حضرتش محاضره مش هتذاكر اصلا انا هقول اتفرج على اليوتيوب هتتفرج على محاضره ومش هتكمل الثانيه كم عدد المحاضرات وقتها المحاضره بتبدا من 9 ماكسيمم 11 لان يعني احنا النهارده خلصنا 10 ونص بفضل الله فدي حاجه جميله يعني المحاضرات معظمها هتبقى زي كده يعني سبع محاضرات آه عندي مشكله في تصطيب الكاد في السكشن ممكن ميعاد ممكن ميعاد تسقطها هتتبعت امتى؟ يوم الاربع الساعه 4 العصر، يوم الاربع الجاي الساعه 4 العصر ده اخر حاجه. أربعة هنقفل اللينك ومش هنستقبل من حد. آه كشافات الطوارئ فين؟ سؤال جميل اللي سأل السؤال ده طبعا كشافات الطوارئ بقى أنت مش هتعرف تعمل لها آر إف فبتعمل إيه؟ بتيجي واخد مثلا كشاف الطوارئ وليكن مثلا عايز كشافين طوارئ فأنا راح أجيب آه من الكشاف ده أحيي طبعا اللي سأل السؤال ده إنه يعني واضح إن هو مركز ما شاء الله. بس أنا طبعا عشان ببقى دايما مركز على المضمون فبهتمش يعني بإيه؟ ممكن حاجات كده ما علينا. فأنا هاخد كوبي من الشكل ده سي أو إنتر ممكن من السنتر او ممكن من الجنب كده واجي هنا فين على الكشاف مثلا ده واحط هنا كده كشاف وهنا مثلا كشاف مثلا يعني بفترض يعني طبعا مش هتعرف تعمل ار اف لان ار اف مش هيعرف يعمل لك اللي انت ايه عايز تعمله خلاص طيب نشوف بقيه اسئله ثاني انا خمس دقايق بالظبط وهتبداوا تبعتوا الاي دي بتاعك عشان نبقى خدنا الغياب وعشان ده هيدخل على البرنامج محتوى الدورة كاد ودايلكس مفيش معلومات تكنيكال لا طبعا مين قال كده يا عبد الرحمن انا قلت أول ثلاث محاضرات كاد ودايلكس بعدين آخر أربع محاضرات بشرح فيهم إزاي نعمل مشروع عملي بشرح الخطوات كلها فروم أي تو زد تمام وبشرح التكنيكال بتاعها وبنفذ المشروع بقول لك وبشرح برضه حاجات في السايت قابلتنا وإحنا بننفذ مشروعات زي كده المحاضرة بتتسجل وهتنزل إن شاء الله أه هنزل لكم اللينك على الجروب الوحدة المستخدمة وح... دي مش دي في يو بي اس في يو بي اس بس احنا هنا ما احنا ما دخلناش في الاناره يا باشمهندسين احنا بنشرح اوتوكاد مش اناره. هو <applause> الدايره عملنا بعدها ازاي؟ عملنا سي سيركل سي انتر وحددنا كليك وبعدين رحنا بعيد وكتبنا الدايمتر بتاع الدايره او الرديوس بتاع الدايره. هو بيبقى كاتب لك تكتب الرديوس او الدايمتر. <applause> الكشافات بتتوزع هنا ولا في الدايلوكس؟ بتتوزع في الدايلوكس ولكن بعد ما توزعها في الدايلوكس بتوزعها في الكاد. <applause> فبيبقى بتحتاج ال تسليم التاسك ازاي بنبعته على لينك هينزل على الجروب هتدخل على اللينك ده وترفع التاسك التاسك يا باشمهندسين هتصوروا يعني التاسك الاولاني ده انا هقول لك هتعمل ايه وهقول لكم على الجروب فما تشغلش بالي المساحه للشحن اجيبها ازاي في المحاضره الجايه ان شاء الله نعرف ازاي بنجيب المساحه سمك الحيطه ضمن ضمن الطول يعني دي ده قصه معماري ما تشغلش بالك بيها يعني مش يعني خلي خلاها اللي بره يعني خليها تزيد ما تقلش. السيكشن امتى؟ هنقول لكم على الجروب برضه. أه طيب كده كفايه قوي في الاسئله الناس تبدا دلوقتي معاكم خمس دقائق قبل ما نقفل الناس كلها تبعت حالا على الشات الاي دي بتاعه واحنا هناخد بقى ريكورد الاي دي هات دي. فاستاذنكم كل الناس ما حدش يسال عشان الاي دي هات كل الناس تبعت الاي دي دلوقتي عشان البرنامج بياخد الاي دي ده. او يدخلوا في شيت اكسل بعد ما تبعت الاي دي خلاص انت كده ايه تقدر تخرج عادي احنا كده خلصنا المحاضره بتاعتنا اتمنى يعني تكون المحاضره فادتكم وتكونوا ان شاء الله الناس كلها تبقى جاده في الموضوع وتعمل التاسك وتبقى واخد الموضوع يعني الدردش مش ده, ده, ده يخلصه. يعني تبقى واخد الموضوع بجديه يعني في ناس في الجروب اللي فات ما شاء الله بدأوا المحاضره الاولى المحاضره السابعه مية في 100% بالعكس في ناس تطرقت لحاجات تانية خارجية وعملوا سيرش ودوروا وجابوا معلومات إضافية فطبعا ده كويس جدا فأنا عايزك تبقى كده يعني الناس اللي هي لو أنت داخل مثلا تاخد لوك كده ولا تبص إيه الدنيا ولا مش عارف إيه فأتس أوكي ويلكم يلا بقى نشتغل وشفنا الموضوع في الأوتوكاد سهل مش صعب اه على فكرة يعني, يعني أنا عايز أقول لكم إن أنا يعني قابلت ناس مهندسين مواقع نتيجة مثلا تخرج واشتغل لوحه مباشره فمسك لوحه على طول من غير ما يشتغل بيجي مثلا يبقى اربع سنين وخمس سنين خبره و... وتكتشف للاسف ان هو في الاوتوكاد مش عارف يشتغل يعني شويه الامر اللي انا قلت لكم دول ما بيعرفش يشتغل. تمام ف... فطبعا ده يعني يعني كارثه يعني ان انت تبقى راجل خبره كام سنه وما بتعرفش تشتغل اوتوكاد فدي مشكله كبيره فانت سواء اي تخصص ناوي عليه الاوتوكاد ده مهم جدا تمام فدي نقطه مهمه حتى يعني في العزيمه برضو ان انت كل ما تبقى عزيمتك قويه كل ما انت هتخلص معانا الكورس وهتبقى ان شاء الله ايه يعني مقفل الموضوع يعني احنا ممكن في البدايه كده بنسخن الموضوع لسه صغير على شويه تلاقي كبرت والحاجات بقت تاخد وقت فانت تبقى مستعد عشان ده اللي هينجز معاك ان شاء الله تمام لو في حد بقى لسه ما بعتش يبعت واحنا كده خلصنا المحاضره هنسيب كمان ثلاث اربع دقائق وهقفل المحاضره ان شاء الله شكرا لكم وان شاء الله نشوفكم يوم الاربع الجاي اي اسئله ان شاء الله هتبقى في السكشن والسكشن غالبا هيبتدي من بكره وهنعرفكم برضو بيه ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته